يعتبر الحج رحلة فيها العديد من الاعتبارات الدينية السياحية والتقاليد، وبما أن الحج يمثل أهمية كبيرة لدى المواطن التونسي ويعتبرها تكليل لحياته، فهو يرغب أنه يؤدي مناسكه في أحسن ظروف وفي ظروف ملائمة لهذا الحج، حتى كما قلت تكون مناسكه صحيحة. العديد من الأطراف المتداخلة هي تساهم في وتتداخل في توفير هذه الظروف الحسنة لأداء هذه المناسك بالنسبة لحجيجنا الميامين، لكن هذا السعي وتسعى كما قلت هذه الأطراف لتأمين هذا الحج في أحسن الظروف، لكن هذا السعي سعي الأطراف المتداخلة لم يخلو من الانتقادات واللوم. ما هي أهم الأسباب اللي خلت عديد من الإشكالات يتعرض لها حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة؟ هل كان من الممكن تفادي هذه الظروف؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هل هو طرف واحد هو المسؤول أم هي مسؤولية مشتركة؟ مرحبا بكم في هذا الملف الخاص بتقييم موسم حج 2017. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني ويخصنا نحن، بما أنه هذا موجود يخص البرنامج نتاع الصحة، لكن بما أنه هو موجود يضري أسهل لنا أن نتقبل عليه. santé@tunisietv.tn هو عنوان البريد الإلكتروني، ومباشرة عبر الهاتف 71 800 814 حتى نتواصل. نبدأ بتقديم ضيوفي لحضري معنا حتى نسري هذا الملف. يحضر معنا الأستاذ أحمد عظوم وهو وزير الشؤون الدينية. مرحبا بك سيد الوزير. مرحبا بك ورحمة السادة المشاهدين. يحضر معنا السيد معز بوجميل وهو مدير عام شركة الخدمات الوطنية والإقامات. مرحبا بك. يحضر معنا الدكتور والأستاذ نوفل سمراني ورئيس البعثة الصحية لموسم حج 2017. مرحبا بك دكتور. يحضر معنا السيد كمال عبد النور وهو مدير مركزي بشركة الخطوط الجوية التونسية. مرحبا بك. وأخيرا وليس آخرا، حضور المجتمع المدني هام جدا بحضور السيد سليم سعد الله ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. قبل ما نبدأ الخوض في هذا الملف، الكلكم تعرفوا أنه غادرنا السيد سليم شاكر، وهذه الصور الأخيرة قبل وفاة سيد سليم شاكر، بعد أن غيب الموت وزير الصحة سليم شاكر إثر وعكة قلبية مفاجئة. تتوجه أسرة التلفزة التونسية بتعازيها الحارة لعائلة الفقيد وإلى الأسرة الصحية والأسرة السياسية في هذا المصاب الجلل. إن لله وإن إليه راجعون. كان عازم من خلال توليه وزارة الصحة على إصلاح القطاع وتحسين الخدمات والعمل على المحافظة على المستوى اللي عرفه الطب في تونس. تحركات خلال الشهر المنقضي ومنذ توليه بالتحديد منصب وزير الصحة كانت دليل على عزمه. لقد غادر والموت كانت أسبق لما كان ينوي القيام به. عرف بجديته في خدمة هذا الوطن من خلال المناصب التي تولاها. رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. الله يرحم سيد سليم شاكر، وهذه ربما تحية من هذا الملف ومن التلفزة التونسية لرحيل سيد سليم شاكر، الله يرحمه وينعمه. إذا تحب تقول كلمة سيد الوزير ما يخص فقدنا لهذا؟ ربي يرحمه ونعمه، كان صديق عزيز حقيقة. عرفت وأنا من 2011 عرفت سيد سليم، كان مثال نتاع نشاط، كان مثال نتاع حيوية، كان مثال نتاع وطنية. ما نجمش نقول أكثر من هكا، خاطر بالحق خلى علينا البقعة كبيرة ياسر. وكان امبارح مجلس الوزراء الحقيقة افتتحوا السيد رئيس الحكومة بقراءة فاتحة، وصورة سليم كانت بحذانا في المكان اللي معتاد يقعد فيه. تحديدا كانت بجنبك. بالضبط قريب لي، ولا معناتها نحكي مع أحد الأخيان نهار الفرق يقول لي كان عازم يقول أول ملف باش نتناوله في الصحة هو ملف الاستعجالي. المعاناة تاع المواطنين وغيرها يحب نخدم عليها باش ربي يرحمه وينعمه. هذاك النجم الله يرحمه وينعمه. سيد معز بوجميل. الله يرحمه وينعمه. سي سليم شاكر يعتبر من مناضلي الدولة التونسية، موظف لها غادرة الموت في وهو يمارس نشاطه في يوم أحد. حقيقة تحية إكبار وإجلال لهذا الرجل، وربي يرحمه ويصبر أهله. دكتور نوفل سمراني. الله يرحمه وشكرا على هذه التحية المخصصة لسيد سليم شاكر.
اللي كان قريب ياسر منا برغم عرفناه في فترة وزيزة جدا، وكان عازم كما قلت على القيام بعدة تغييرات وتحديات في قطاع الصحة، واحنا كنا قريبين. ومن يوم الثلاثاء إلى حتى اليوم اللي كنت كعشية في اجتماع كلنا عندنا تحدي هو مواصلة المشروع اللي هو وضع إن شاء الله معنا السيدة كتب الدولة أشرت على الاجتماع اليوم، وكنا في كل اجتماع لازم نجدوه ونقولوا سيسيم هو شنو قال. خدم في فترة صغيرة خدمة كبيرة ياسر، وإن شاء الله نجم نوصلها وإن شاء الله نجم نحقق الأهداف اللي هو كان يطمح لها. سي كمال عبد النور الله يرحمه وينعم ويصبر أهله، كان سمعته مشاعة وما سمعنا عليه كان خير وكان طيب، الله يرحمه مرة أخرى. الله يرحمه. وأخيرا معك سي سليم. الله يرحمه سي مشاكر، راجل من رجال الدولة اللي خسرته تونس، خسرته الحكومة، خسرته عائلته، ربي صبرها الله يرحمه. هذه الموت حقا على علينا الكل، الله يرحمه. هذا شوف الله يرحمه وينعم. إذا قبل ما نبدأ ونتحدث في الانتقادات اللي وصلت هذا الموسم موسم 2017 من طرف المواطنين من طرف الحجاج اللي كانوا على عين المكان بالبقاع المقدسة انتظروا أشياء ولقاوا حاجات أخرى، قبل ما نبدأ ذلك نبدأ بهذه المقدمة لهذا الملف فيما يخص موسم حج 2017 ثم نعود. شهد موسم الحج لسنة 38-400 ألف هجري الموافق ل 17-2000 ميلادي جدلا بين الحجاج التونسيين حول الأوضاع الصعبة التي عاشها حجاجنا في البقاع المقدسة. وبعد إقرار الترفيع في عدد الحجاج إلى 10,374 تم تمكين التونسيين من مساحة إضافية تستوعب كامل الحجاج التونسيين. فضلاً عن تمكينهم من امتياز إضافي يتمثل في تخصيص مخيم ميناء لفائدتهم خارج المنطقة المعنية بالبوابات، مما قلص مسار العودة من رمي الجمرات من 7 كيلومترات إلى كيلومتر فقط. لكن هذا لم يمنع الازدحام والالتصاق في صفوف الحجيج، مما دفع بعدد من الحجاج التونسيين إلى البقاء خارج المخيمات رغم توفر مكان لهم. علاوة عن الانتقادات الكبرى فيما يخص نظافة المخيمات في ميناء بالرغم من تسخير عدد من المرافقين لمعاضدة مجهودات أعوان النظافة التابعين لمكاتب الخدمات الميدانية ورفع الفضلات بصفة حينية. إذا البداية بشكون معك سيد الوزير سيد أحمد أعظوم، أعداد الحجيج هذه السنة زاد ب20%، هل كنا حاضرين لتلبية الخدمات وتلبية ربما السعي نحو توفير الظروف اللائمة لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف؟ وسؤالك وجيه وزمنا نجاوب عليه وعنا باش نجاوب عليه، لكن الحقيقة حبيت نطلق من نقطة أنت ذكرتها في أول الحصة، هي الشأن اللي يعطيه اليوم المواطن التونسي بصفة عامة منذ القديم رو يعطيه مسألة الحج كمنسك وكفريضة من الفرائض الخمس بتاع الدين الإسلامي الحنيف. هنا المسألة هذه خلات كل تونسي معني بالمسألة هذه، إذا ما يكونش عنده أحد من أهله ولا عنده أحد من جيران، عنده أحد من أقاربه ولا بعد، فلذا المسألة هذه ديما على طول السنين اكتست بعد متاحة. زيد اليوم نحن أخذت بعد متاحة، بعد الدستوري اليوم الدولة ودينها الإسلام ولغتها العربية، والدولة تعمل على الإحاطة بشأن الديني بصفة عامة. هذا يجب اليوم ننطلقوا منه ونقولوه اليوم الدولة حكومة وحدة وطنية يجب نحكي عليها اليوم، اليوم نحكي على الشأن الديني عنده مكانة متميزة وعنده مكانة خاصة وعنده بعد خاص. أنا قبل ما نمشي الحج قابلت سيادة رئيس الجمهورية، التوصية متاعه أول ما قابلته وأنا خارج هو العناية بالحج التونسي. سيد رئيس الحكومة كيف قبلته العناية بالحج التونسي، هذا مش نقول فيه راهو رمي، هذا هي الحقيقة. الدولة هي مسؤولة، الدولة يعني مسؤولة. احنا الأطراف اللي حاضرة اليوم هي كلها بالضبط مؤسسات الدولة. إذا قلنا اليوم الدولة مسؤولة، هي الدولة تعمل ما في وسعها باش الموسم هذا ينجح وباش الحاج التونسي يؤدي المنسك نتاعه في أفضل الظروف الممكنة، توجوها بعد أفضل الظروف الممكنة. هنا نقطة ثانية،
ندخل بها، وثم بعد باش نرجع للسؤال نتاعك. نقطة أخرى يلزمني نقرر اليوم كرجل من حكومة ورجل وزير شؤون دينية، من منطلق المسؤولية نتاعي يلزمني نقول اليوم العلاقات التونسية السعودية المتميزة ساهمت إلى حد كبير بالتنقيص من حدة الصعوبات اللي ممكن اعترضتنا في الموسم هذا. باش ندخل لهم بالتفاصيل حتى نفهم بالتفاصيل. وقت اللي وقع تذمر معناها في الحين السلطات السعوديه قامت وهذا باش نقولوا، خاطر انا وقت عملنا قابلنا سيد وزير الحج مشكور في العربيه السعوديه، اول انطباع هو انطباع العلاقات المتميزه والعلاقات الخاصه بين الرئيس التونسي الاستاذ باش خالد السبسي والعاهل السعودي الملك سلمان. هذه نقطه ايجابيه كبيره برشا عاونتنا فيها، عاونتنا في خذينا برشا حاجات نجم نقولها اليوم اللي ممكن ما خذوهاش حاجات اخرين. احنا في الخيمه الواحده خذينا 14، في بقيه الحجاج خذوا 16 برك. هنا زادونا ثلث، هل زادونا في عدد، زادونا مساحه، زادونا مساحه، والمساحه اللي قلتوا عليها انتم في الفيتير، المساحه اللي كانت في مخيم 106 العام الفارط، واللي كانت الحاج التونسي بعد ما يرمي الجمار يرجع 7 كيلومتر، هذه تنحت لنا ورجعت المخيمات الثلاثه مع بعضها مع مساحه اخرى اضافيه. لكن رغم ذلك حصل الاكتظاظ، هذا ما ننكروش. شنو هي الاسباب نتاعو؟ نجموا نرجعوا لها بعد، ممكن باكثر تفصيل، ممكن مع سي معز مع الخيال. هذوما النقطتين الحقيقه حبيت ناكد عليهم اليوم. المستوى الدبلوماسي، سفيرنا في العربيه السعوديه، القنصل العام، السفير العربيه السعوديه في تونس، قام دور كبير معنا الحقيقه وعاوننا بطريقه، ولذا هذه لازم نكبر النقطتين هذوما اكدت باش نقولهم في اول الحصه، ثم بعد ممكن نرجع لهم في سياق الحديث. لكن سيد الوزير، هذا ما منعش انه صور توصل الى تونس وحجيجنا موجودين في البقاع المقدسه، وانه الناس تعرف شنو اللي فما وش ما فماش، ظروف خاصه كانت ظاهره برشا في ميناء ومن مزدلفة الميناء ربما، والإقامة نتاعهم، الاكتظاظ، الازدحام، النوم، لا أيضا ربما يتم بعد نشوف مع بعضنا أيضا حتى عمل الفريق الطبي، الذروة وقت الذروة نتاعه كانت في ميناء. هذا الكل ما منعش هذه الانتقادات. أسباب هذه الانتقادات، أسباب هل قلت سيادتك، أنا بديت في البداية قلت ترفيع ب 20% من عدد الحجاج 10374. هل ال 20% اللي تزادت على العدد اللي سبق كنا متهينين وقريتوا له حسابه؟ خاطر اللي مشى الثاني مره او ثالث مره يحس ربما بالتحسن، لكن اللي مشى لي اول مره بالنسبه لي هو استنى حاجه لكن لقى حاجه مغايره تماما لما كان ينتظر فيه. خليني نحكي على الناس اللي وقع فيهم الفرز واللي مشاوا على الدوله التونسيه، خلينا نحكي على مسؤول عليهم الدوله التونسيه وبعدها نتحدث في الظروف الاخرى. شنو هي الاسباب؟ علاش الاسباب هذه كانت معناها واضحه وكانت ظاهره وما شفناش تحسن؟ الاكتظاظ شفناه، كاين ما خذيناش مساحات اكبر، كاين الخيام نتاعنا ما كانتش فيها 14 شخص فقط، كان فيها اكثر 16 او اكثر، وناس موجوده لبرا كانت مش موجوده في داخل. هو عمل ممكن الحراره اثر في وساهم في هذايا، لكن لازمني نقول حاجه. انا طول مش دخلني صلب الموضوع مش نبدا نحكي لك عن النقائص طول. نحن النقيصة اللي نعتبرها أنا ونتحملوها نحن كوزارة شؤون دينية هي مسألة التوعية. في تقديري التوعية العام هذا ويمكن حتى في العوام الماضية ما خذتش البعد نتاعها اللي لازم تاخذه، على خاطر نحن التوعية ناخذوها في ديما في جانبها الأخير نتاع الحج، قبل موسم تقريبا شهر ونص نبداو نحضروا في الحج، نبدا نحضروا فيه على مستوى التوعيه، وحتى القائمات سيد الوزير تخرج مخر ما تخرجش فيها جانب يقعد الاخر، فيها جانب يقعد الاخر وقت، وهذا ان شاء الله سنه باش نحاولوا نتفاوه بحول الله. اللي عنده اسبابه زاد عميقه، واسبابه راهي ترجع الى اعوام طويله فارطه ارث. هذا باعتبار نحن المنظومه الاعلاميه بدات تخدم في الحج كان السنه الفارطه والسنه الحاليه اللي هي تثير برشا استغراب. تقول اليوم منظومه اعلاميه في الحج، نعم منظومه اعلاميه ما دخلت حيز التطبيق والواقع الا منذ سنتين فقط، العام الفارط والعام هذا، اللي هي بنقايصها واللي نحن ان شاء الله باش في المستقبل الايام عندنا وسائل اللي تلا فيها. هنا مش نرجعك للنقيصه نتاع قله التوعيه من الناحيه هذه. انا ديما من حيث جيت وزاره الشؤون الدينيه لاحظت حاجات، جيت شهر رمضان قريب قالوا راهو في رمضان نعملوا انشطه، بدي قلت الانشطه هذه بالمناسبات نعملوها نحن هو النشاط الديني في تقديري انا كما اي نشاط اخر، لازم يكون على امتداد عام.
مش بالضروره نعمل وانا نجي في رمضان نعمل 13000 نشاط وبقيت العام باش نعمل الحج نجي قبل موسم الحج نعمل 3000 نشاط. والحقيقه مشكوره للتلفزه الوطنيه اللي خاطر ساهمت معنا في المساله هذه، ولكن هنا نقول باقي ناقص ناقص ناقص. خليني قبل ما نحكي على هذه الدروس او ربما الحلقات التوعويه والتحسيسيه حتى تحضر اكثر فاكثر الحاج، نحكي الناس اللي توعي والناس اللي تحسس الحجاج، حجاج المستقبل اللي ماشيين وخاصه منهم اللي ماشيين لاول مره، كيفاش يتم اختيار الوعاظ الديني؟ المرشدين الدينيين المرشدين بصفة عامة، المرشدين اليوم يتكونوا من وعاظ ويتكونوا من وإمام خطباء. هذا انتقاهم يكون أولا ساعة إذا نحن نحكيه على واعظ. واعظ هو منظر بالأستاذ، الأستاذ التعليم الثانوي، معناتها واعظ عنده إجازة ثم 4 سنوات، خاطر نحن الوعاظ نتاعنا كلهم دخلوا في ظل الـ4 سنوات، 4 سنوات تعليم عالي. ولذا معناتها بالنسبة مبدئيا الواعظ عنده كفاءة علمية لا شك فيها، مادام تخل بمناظرات وغيرها وتخل كموظف عند الدولة. الإمام الخطيب، الإمام الخطيب اللي يطلع فوق المنبر والدولة تعينه ويتعب، مبدئيا عنده زاد علمي يخول له باش يكون مرافق الحجاج ومرشد له. فالاختيار هذايا إذا قلنا باب الوعاظ اللي هما كفاءة علمية لا شك فيها مبدئيا بسنوات الدراسة اللي كنا نحكيو عليها، فتم اختيارهم بالقرعة باعتبار باش نعطيو حظوظ للناس الكل باش يكونوا متواجدين في باعتبار نحن عدد المرجين يكون 90 66 منهم باش يكون وعاظ، ال 24 الباقيين هما ائمه خطباء، يقع اختيارهم على مستوى الولايات في اطار قرعه، من كل ولايه ياخذوا 3 ثم يجيو للاداره المركزيه فلجنه علميه تتولى اخضاعهم الى امتحان ولا اختبار ولا غيره، والاختبار هذاك يفرز واحد على 3، يفرز 24 على 72. ولذا الاختيار مبدئيا روعي فيه الجانب العلمي وجانب الكفاءة، ثم روعي فيه زانة جانب العدالة ولا العدل بين المختلف السادة المرجين هذو. لكن رغم كنا حابين نكونوا شفافين وحابين نكونوا واضحين وذاك يشهد به الناس الكل، لكن أنا اليوم نقول بمعاينتي أنا الشخصية سيقع مراجعات هذه، سيقع مراجعات هذه. علاش؟ علاش؟ يعني بعد عندنا في البرتاجات عندنا في بعض التكشيك أنا نقول اليوم أنا برشا حجاج الحقيقة شكروا لي عمل المرشدين، ولكن نحن راهو ما يلزمش نرقدوا على وذنينا كما نقولوا لازمنا هنا عمل المرشدين والمرشد في الآخر شنو هو؟ هو بشر في الآخر، تتفاوت قدراتنا الذهنية وقدراتنا حتى البدنية. نجم نقول غلطة أخرى، نقيصة أخرى، انا المرشد كي كلفته وممكن هذا يتبقى على المرافقين ويتبقى على الصحه ويتبقى هذا هو جاي كيفاش نوصلوه المرشد لعرفات وميناء؟ نوصلوه بعد ما انهك باش بالطواف بالحجاج نتاعنا. انا وقت اللي خلطت المكان نهار 25 لقيت عندي مرشد وزوز مرشدات نساء اصواتهم ما عندهمش صوت. علاش ضحوا؟ على خاطر زاد نحن عندنا نقص نتاع امكانيات لوجستيه ما وفرناهمش ابواق وغيرها، هذا راهو كل مربوط ببعضه، وهذا كل اليوم قاعدين نقيموا فيه بصفه موضوعيه وبصفه جديه. يعني عادي جدا انه الوعظ الديني او المرشد تعب وذاك علاش تدمرت الحجاج وتشكيل من اليوم التفكير اللي هو تفكير تحط على الطاوله من هنا التفكير بدا من نحن في البقاع المقدس البقاع المقدسه ونحن باش نشوفوا هذا من خلال الروبورتاج، لانه سيادتك كنت واكبت وكنت موجود على عين المكان، ايضا كان فما ليك استماع للمواطنين. قبل ما نمر الى ذلك معك سيد معز بوجميل، تاخير في وصول الطائرات، الحافلات اللي تنقل الى النزل كان فيها تاخير وساعات الناس تنتظر، ايضا الغرف فوجئوا برشا عباد يسخيلوا رواحهم في غرفه فيها 4 اشخاص فقط يطلع فيها 5، الضيق والتزرزيق وما ينجموش يقوموا حتى ب معناها الاعمال نتاعهم العاديه والطبيعيه معناها في ظروف مريحه، ايضا مشاكل نمشي بشويه بشويه مش نتقدم بك، خلينا نقعد في الطيران وفي وصول الطائرات وفي وصول معناها كيفاش تنقل المواطنين الحجاج التوانسه من المطار الى النزل نتاعهم. علاش هذا الاشكال؟ هل ما قريتولوش حساب؟ هل قريتوا بعين الاعتبار باقي نقول قريتوا بعين الاعتبار 20% اللي تزادوا؟ شكرا اختي عوض على
تحقيق هذا الملف هذا ملف مهم جدا، ومعظم الناس ما عندهمش معناها دراية بدقائق الأمور وتشعب الأمور. احنا اليوم موجودين هنا حتى ربما حق المواطن في أنه يعرف بالضبط شنو اللي صار، ويعرف شنو ربما أسباب هذه المشاكل اللي صارت أو الظروف الصعبة اللي عاشوها. قبل ما نجاوبك على السؤال هذا، حبيت نرجع لكلمة قلتها وعجبتني، قلت تمنيت كان الحاج يعاود يحج مرة أخرى باش يعرف شنو هو اللي تحسن من سنة إلى أخرى. حكم مباشرة الملف هذايا لسنوات ثم تحسين كبير، ثم نقاط، وحتى هو يولي يعرف علاش قادم زاد، ثم صعوبات حتى جسدية بالنسبة للظروف اللي موجودة غادي. ثم العديد من النقاط الإيجابية والمضيئة في موسم حج 2017، أهمها تعرف واحدة اللجان اشتغلت معناها منذ ديسمبر اللي فات، معناها مباشرة بعد انتهاء الموسم الحج، وانطلقت في المعاينة وانطلقت في اختيار الفنادق، كانت السكن السنة من النقاط المضيئة في موسم الحج. من الناحية؟ من ناحية الاختيار، من ناحية القرب، من ناحية التصنيف مقارنة ببقية الجنسيات. تصنيف معناها تقول لي القرب، قرب منين بالضبط؟ القرب من الحرم، القرب من حرم مكة، ثم الناس تسكن في العزيزية، ثم الناس تسكن ما فاتتش قديش؟ 5 7 كيلومتر، احنا أبعد فندق 1150 متر، وأقرب فندق تقريبا 400 متر، وكلها مستوى جيد عالي، وفي المدينة نفس الشيء، كلها في منطقة مركزية، معناش خارج منطقة مركزية، كلها معناها قريبة جدا من الحرم المكي. هذه من النقاط اللي كي نقرروا احنا بعديد المدن. من علاش الحاج ما ينجمش يعرف من تونس البيت اللي باش يمشي لها؟ كيفاش تم عملية اختيار قدسيتك؟ اخترت القرب، واخترت ايضا بطبيعة فما نجوم في الودلة، فما ثلاثة والأربعة والخمسة، كيفاش تمت عملية اختيار النزل؟ وهل هل المواطن عنده الحق يعرف النزل نتاعو اللي ماشي فيه، ولا يمشي بعد الله أعلم يمشي يكون؟ وهل عنده، هل ينجم يعرف البيت اللي باش يكون موجود فيه؟ نجاوبك على السؤال. أول حاجة، اختيار السكن يتم في إطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اللي هي تضع الاستراتيجية الكبرى لاختيار هذه، البعد عن الحرم، التصنيف، عدد الغرف، قديش الطاقة القصوى للتسكين في كل غرفة، التصنيف، وجميع المعطيات الفنية. تتحول لجنة معينة، لجنة المعاينة متكونة من تقريبا جميع الجهات، وإحنا تجهيز، رئاسة الجمهورية، رئاسة الشؤون الدينية، الشركة، السياحة، الصحة، تتحول على عين الطيران أيضا. شركة لا، لا مش معنا في لجنة المعاينة، تتحول على عين المكان لمعاينة، تعمل جرد ميداني لجميع الفنادق. أنها تدخل بالفندق والفندق. كيفاش تم اختياركم السنة لهذه الفنادق؟ خذيتوا 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم، ولا 3 نجوم 4 نجوم، ولا 3 نجوم 4 نجوم؟ علاش حبيتوا تقربوا؟ حبينا يكونوا قرب مستوى، لأنه التصنيف راهو في السعودية وفي تونس راهو يختلف. راهو ساعات تلقى فندق 4 نجوم، لكن تقول هذايا ما نجمش يكون 4 نجوم معنا بالمعايير التونسية، أو العكس بالعكس، أنه التصنيف حسب أنها البلدان يختلف. المهم أنه تم الاختيار على 4 فنادق في مكة المكرمة، 2 في المسفلة اللي هما الندوة الماسة، والأربعة هذوما يرفعوا الحجاج بتاعنا، أربعة فنادق يرفعوا كل الحجاج، وهذه من النقاط الإيجابية في التسكين، لأنه 4 فنادق ال 438 عضو بعثة مش يكونوا متواجدين في 4 فنادق، مش مشتتين في 10. أنا أعطيك مثال، عام 2011 كان عندنا 17 فندق في منطقة غزة، معناها أصغر فندق 250 وأكبر فندق تقريبا 1000 ولا 1150 سرير. هذا من شأنه أنه ما يشتتش مجهود البعثة الإدارية، البعثة الصحية والمرشدين الدينيين، ويساهم في تجميع الحجاج، معناها قرب الناس كل من بعض، تأطيرهم من عن قرب. هذه من النقاط الهامة اللي، ومن بعدها لجنة الصفقات، اللي هي مكونة من عضو من لجنة المالية، من رئاسة الحكومة، من رئاسة الجمهورية، ومن وزارة الشؤون الدينية، اللي تصادق على أعمال اللجنة هذه، ويتم إبرام العقود. يعني شركة الخدمات الوطنية والإقامة في نهاية الأمر هي جهة تنفيذية اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لجنة المعاينة، ولجنة الصفقات. يتم اختيار السكن والتعاقد بشأنه. أنا قلت في البداية أنكم معناها الأطراف المتداخلة ساعات تسعى وساعات إلى توفير ظروف حسنة بالنسبة، لكن هذا السعي لقى انتقادات من الحجاج بنفسهم، يعني مش ناس حكيت عليهم، لكن بصورهم هما بيدهم حتى تنشوفوا بعض في التيمونياج. شنو اللي ما مشاش؟ شنو اللي يعطيكم صحة عملتوا مجهود، اخترتوا 3 4؟ كما قلت لك سؤالي، هل نجم نعرف بيتي ولا ما نعرفش كحاجة؟ سؤالك مهم جدا بالنسبة لنا احنا اثناء باش ونعرف ايش فيها اسماء الغرف واسماء الفنادق للحاج قبل ما يغادر التراب التونسي. بالنسبه للمدينه المنوره امر صعيب. علاش؟ لانه نظام الاستئجار في المدينه المنوره يتم حسب الحجوزات. يعني الفندق
يكون ساكنين فيه من جنسيات اخرين، وما نجم نعرف الغرفه اللي مش يخصصها للرحله اللي مش تحول نحو المدينه المنوره الا في اخر وقت. اش نعمل احنا؟ نجمع الحجاج مجموعات بأربعة معناها يعرفوا بعضهم يحبسوا بعضهم، نجمعهم في المطارات وقت يوصلوا الغادي كل مجموعه اربعه من الناس نعطيهم الغرف نتاعهم، الغرفه نتاعهم يتحولوا الغرفه. بالنسبه لمكه هذا وارد نجموا نعملوه، احنا حتى في السنوات السابقه كنا ننشروا حتى في الجرايد كل رحله وين مش تسكن في اي فندق مش تكون مخصص لها. سناء صحيح احنا عملنا تجميع الحجاج في مكه في المطارات بالنسبه ل اثناء الرحيل وتم تسكينهم بنسبه كبيره برشا على كما استجابوا للطلب نتاعهم. معناه اللي نفهمه انا انه انتم كريتوا الوتله كريتوا تيل، معناه ما تكريوش بيوت. هذا في مكه المكرمه. اي في مدينه منوره. نحكي على مكه، نحكي على مكه. تعرف علاش على مكه؟ على خاطر مكه باش يجي وقت ذروه باش يتلاقى فيه الناس الكل من انحاء العالم، ملايين من الناس تكون موجوده في نفس الوقت في نفس المكان. معناها اليوم اللي نفهمه انه النزل هذه وقع كراء معناها الفندق باكمله. الفندق باكمله معناها معناها جنسيات اخرى معناها بالنوم. انت تحكي بالعدد نتاع الحجاج بالضبط. الاربعه وتلا قداش رفعوا؟ رفعوا الحجاج الكل قسموا على اربعه 10374 يعني رفعوا 10804 لانه عندنا 430 عضو بعثه و 10874 حاج. دونك اللي نعرفه معناها انا ما نجمش نعرف بيتي شنو اللي فيها. لا نجم تنجم تعرف بيتك شنو فيها. نعرفش بيتي انا بتبيت حاجة. الرقم نتاعها ما نعرفوش. احنا مش نحاول، احنا نسعى وقاعدين نستانسوا بالتجارب الاجنبيه وبدينا فيها ومشينا شوط ما مشيناش الاشواط الكل، لكن قاعدين نسعى باش نوصلوا نحققوا علاش ناس في بالها في اربعه في غرفه يلقوا رواحهم خمسه في غرفه؟ هذه قله تنسيق، هذه انا نقر انها قله تنسيق في الانطلاق من المطار بين مندوب الشركه بمكه ورئيس الطائره، لانه احنا معظم الغرف هي رباعيات. معناها جات في بعض الحالات على الغرف الخماسيه مثلا كان 5% سنة فقط هي اللي معناها اشملهم الاختلاف هذا، لكن بقيه الغرف 95% مشاو باربعه سكنوا في اربعه. باش نرجع لك لانه نتحدث عن التاخير ونتحدث على ربما نوعيه الاكل السنه الحاجه الزايده بالمقارنه مع السنوات الفارطه انه كان فما الوجبه الصباحيه ما كانتش موجوده قبل. لكن قبل ذلك ناخذ ضيوفي الحاضرين معنا، هما كانوا موجودين تبارك الله. الخمس ضيوف اللي حاضرين معنا كانوا موجودين في البقاع المقدسه والصور هذه يعرفوها ويعرفوا ربما الظروف اللي مر بها حجيجنا. شوفوا هذا الروبورتاج اللي فيه بعض المقترحات وايضا تشكيات مواطنين، شوفوا ثم نعود. انتم السنة دفعتوا علينا 700,000 على حسب ما الدولة ساهمت. دولة ساهمت بطريقة أو بأخرى، مباشرة وغير مباشرة. إذا كان يبقى الحج تكون أعلى أغلى منها. فوالا، إذا كان يبقى الحج هك ما نستبش نطلبوا باش ينقص. إذا كان إلا إذا كان طلع الدينار نتاعنا وأمورنا الاقتصادية تفرحنا. وخدمنا على رواحنا. بون الدينار يولي يطلع وتولي المبلغ ينقص. إي أما إذا كان باش يواصل بالطريقة هذه راهو العام الجاي باش يولي ب 10 ونص وب 11. وش عملنا فيها؟ ما عادش يخرج حتى واحد يحج. إذا كان ثم إمكانية باش تقصير المده، ما نعرفش علاش المده فيها 28 يوم. اي لا مو لوكو هذه الفايده الوحده. لا مو حتى اللوكو تو يجي يقول لك انا 9 ملايين ونص ما عادش من هنا عامين ثلاثه ما عادش يقدر عليها. اذا كان باش يصير لابلاسيون كان طويله شوي بعد طويله باش يقعد اكثر وقت ممكن في المدينه واكثر وقت ممكن. اي وقت اللي نخسروا له احنا مثال 28 يوم يعمل 20 يوم. اي فكره 20 يوم ينقص الشارج عليه. المواطن ينجم يجيه للحج. هذه فكره قالوا لي برشا موجود من الباليز حتى للتونو فيستيمونتير نتاعهم كلهم متناسق. احنا ما عندناش معنا بتعرفوا تونسي ما نعرفوش تونسي وما فهمناش علاش ما تكونش يمكن ما نمشيش حتى الازياء مش الازياء اما اقل من الازياء حاجه اللي يشوفوا وفد تونسي وقت اللي رابطوا في احد مثال ولا في كذا الدرس او توجيه تلقى انسان يحكي على الموضوع ما اللي ثم شكون معانا مرتي رسات معناتها تقول له شنو اللي صار بالضبط في حد خاطر ما بيبانوش ما قراهاش عمره ما سمع بالوضعيه هي المدينه في المدينه نحكي ما جايين من المدينه والمزارات خاطر خارجين على السيركوي المنظمه. المطلوب هو كي تبدا مره كبيره وحدها المفروض مش كي تمرض ولا تعجز باش تقوم ولا تقوم بواجباتها حتى في بيت الحمام في حاجه المفروض ما يحطوهاش ساعه مع عباد لا باش تقيم بها
يلزم الممرضين ولا ما نعرفش شنو يعملوا حاجه خاصه. وزيد كي بدا راجل مريض ولا مراه مريضه وراجلها معاه كوبل كما نقولوا مراه وراجل، ماذا بهم يعطيهم بيت وحدهم، وعلى الاقل اقل عدد مش خمسه من الناس ومعاهم مريض بالقلب وبالسكر، والا المراه مريضه بالقلب ومعاها اربع خمسه نساء. العدد نتاع الاكتظاظ في الشامبر هو يزيد يعمل الحاله، هي الحاله نتاع المريض تزيد تطور حالته. تشوف الانسان المسكين المريض هذا شنو صار مع خمسه في غرفه فيها خمسه من الناس، ما ينجمش يعمل الحمام نتاعو مرتاح، ما ينجمش ياكل مرتاح، مرته ما تنجمش تفقده مرتاح. كما اني راجلي بالسكر ما نجمش نخليه في شامبر باش نركب له مرتين الانسولين ونعمل له مرتين التحليل، ولا في الكولوار نقول له قيم باش نركب لك زريق، ولا باش نحلل له في الكولوار، ولا ندخل على الرجال ما يحبوش، ولا هو يدخل مع النساء معايين. فما هذه يلزمهم ينظروا فيها، والا ما يبعثوش من غادي، من اول الطبه من غادي ما يبعثوش. عنده السكر ما يمشيش، عنده القلب ما يمشيش، والا المرافق نتاعو يتحمل مسؤوليته وياخذ بيت على حسابه هو الخاص، يمشي فوتين على حسابه الخاص. عذاب كبير السنه شفناه الحقيقه، ما نحكيش على روحي يعني، الحمد لله ومشكوره تونس ورجالها وطبتها كل شيء على احسن ما يرى. من الحالات هذوما هما قلال مش برشا، اما الناس تعذبت الحق. يعني تعدت عليا المرحله هذه اللي تعدت، حتى نحمد ربي وقمت بالواجب قد ما نجم ومسامحتها المريضه. ومعايا الاخت هذه زاد نرجس وربي يطفلها براجلها، عاونتني برشا. مشكوره تونسير خذت على عاتقها وروحت بها، تونسير مشكوره برشا روحوا بها. مرأة مسكينة وحدها وبسيشيك وتعبت والسكر طالع ودخلت بعض ما قادش كل شيء يلموها، ولا قداش منها هي الممرضين، قداش منهم ذوما المؤثرين، قداش منهم يلزم اللول من اللول. فما نظام من تاع البعثة يلزم مريض ما يمشيش، وإلا يمشي يتحمل مسؤوليته معاه أكومبانيون معاه، ولا كومبانيون كيف يجي هو ولا المريض متاعه ويلزمه شامبر وحده. سيدي الوزير والله على طلعة سبقتنا هي اللي كنتوما، وانا خلقت بعدها خارجة تضحك، قلت الحمد لله والله خلقوا نصر يا كنتوما طمنوها جماعة خلقت تضحك هذاك يدلك شنو هكا لو زيد هكا وحدهم والله بلاش تحبيك والله ضيفنا فيها احنا بعد الحج وين وين تكاش تكاش يزوروه ان شاء الله. موجودة وهذا الإسلام الصحيح، ما تسلموش إسلام متاع اللي جيت مفطر جيت من تونس المكة ومروح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب طائف بالبيت كأن لم يطف. إنسان يطوف بالبيت وليت الطواف وتعب وسبع أشواط والمرأة اللي ركبتها وجعتها واللي رجلها واللي سيسليم سعد الله كنت على عين المكان وقمت بزيارة البقاع المقدسة في هذا الموسم موسم حج 2017. أنت مسؤولة على المستهلك اللي هو الحاج اللي هو التونسي مستهلك لهذه الخدمات بأنواعها، معناها تاع التنقل نتاع التنظيم نتاع السكن نتاع الصحة المناسك أيضا الدينية. كيفاش كانت نظرتك كمجتمع مدني لهذا الموسم؟ شكرا بارك الله فيك على الاستضافه. وهدية يقولي سابقه اللي يكون المجتمع المدني عنده النظره اللي باش يقيم بها على الحاج وعلى الحجاج اللي قاموا بالمناسك هذه. لاول مره تكون منظمه دفاع المستهلك حاضره غادي، في شخصي كنت في البقاع المقدسه اللي خلطت نهار 26
وقمت بزيارة النزل اللي يقوم فيها الحجاج نتاعنا، وكان تقييم معناتها بالنسبة لي للحجاج اللي يسكنوا في النزل هذوما، واللي لاحظتوا ما بين اش تسمع في تونس وإلا باش تكون غادي على عين المكان فما فرق كبير. ما تصور حقيقية التصاور اللي مشيت صحيحة. تصور شنو؟ تصور نتاع الاكتظاظ، تصور نتاع هذا كله، هذا كله قلة النظافة. إن شاء الله عندي الإسباس باش نتكلم عليه. لا تفضل. ونحاولوا كيفاش باش نكونوا معناتها باش نجموا نقد بناء، هو ما حاجة حتى الناس تكون تصلح. قدامنا هو سيد وزير الشؤون الدينية ونقول له معناتها شنو ما النقائص اللي لاحظناهم وشنو ما التشكيات اللي جاتني وتجي المنظمة الدفاع المستهلك ولا تجي شخصي أنا بيدي، معناتها العباد اللي كلمتني اللي اتصلت بيا اللي قرب كلمني غاديك في الحاج. نبداو خلينا نجزئوا الساعة شنو اللي يربط الحاج بين شركة الخدمات ولا وزارة الشؤون الدينية؟ فما حاجة تربط ما بين هالحاج هذايا اللي يدفع أمواله باش يتم نقله إلى الحج باش يقوم بالشعائر نتاعو هذا. والحاجة العقد اللي يربط ما بين الحاج وبين الطرف المقابل. اليوم فما كانوا يقولوا فما عقد، والعقد هذايا اليوم ما فماش، ماهوش موجود بين ما له وما عليه. كونترا موغال ماهوش اكري. اليوم انت تو كنت تتكلم سيادتك تقول له اسكو يعرف بيتو باش يمشي يلقى بيتو الحاج ولا ما يلقاش. سي موزي جاوبك يقول لك راهو معناتها نهز داكور دو الباتا ملك ما نجمش نعطيه البيت نتاعو الصاف كي يخلطوا غاديكا واربعه باش يتفاهموا، وكيفاش باش يكونوا المفاهمه نتاعهم باش تكون في البيت. باه اليوم اللي يربط كما قلنا الحاج ما بين الشركه والا الوزاره، لليوم نحن التوانسه الساعه ما نفهموش لشكون باش نتوجه. اسكو لوزاره الشؤون الدينيه، لشركه الخدمات، لشركه الخطوط التونسيه، لوزاره الصحه؟ فما عديد الاطراف. فما طرف اخر اللي ما نجبدوش عليه برشا اللي هو السلطه السعوديه، زاد هذول طرف هي بيدها باش تتدخل في الحاج تتجاوز معناتها ولا هذه اللي نحن ما نجبدوش عليها، واللي هي اليوم لازمنا كي نحكيو نبسطوا العمليه هذه متدخلين. ايش يقول لك؟ يقول لك فما اللي مش راضي، فما اللي متخلق، اللي فما يقول لك انا ما اسكو هل الخدمه هذه اللي تقدمت له الحاج هذا اسكو اليوم كيفاش باش نجموا نقيموها؟ فما شكون باش يقول لك راضي؟ هاكا مرا تو تعديت قالت لك راضي راهو خلق العاده. قالت كلمه، هل قالت اللي يحب ظروف اخرى ينجم يكري وحده؟ هل اليوم هذا ما هذا فما اليوم وشنو لاحظت انت في الناس اللي كريت وحدها؟ معناها كيفاش كان؟ هل كانت نفس المسافه اللي كانت موجوده بين الوتله اللي اختاروها جرني ولا جرني انا اليوم وقت مشيت انا غادي باش يقول لي باش نقرب نمثل بالك احسن كل. معناها خلينا نشوفوا خاطر تو فما ناس تتفرج فينا راهي عمرها ما عملت حاجه وماذا بيا تفهم شنو بالحق هالمنظومه هذه كيفاش تعمل وشنو المتدخلين وشنو مسؤوليه كل متدخل فيها. كما قلت لك ان شاء الله عندي الاسباس باش نجم نوصل معناتها الميساج هذا. بالنسبه اليوم النزول نتاعنا اللي هما ذات ثلاثه واربعه نجوم اللي هو فيهم الحج العادي واللي لاحظتوا غاديك النقطه الايجابيه اللي هما اقرب للحرم وهذه بالنسبه لي انا وصلت وسمعت اللي كانوا فما ثلاثه واربعه كيلومتر بعاد على الحرم. السنه كي مشيت ابعد نزل كما كان يقول سي معز معناتها كيلومتر و100 الف و10 11000 متر على الحرم و450 و500 و600 هذوما لاحظتهم. هذوما اللي سهلوا ساعه للحاج باش يكون قريب للحرم، وتعرف انت الشوق اللي يمشي به الحاج باش يصلي في الحرم، وتعرف يقول لك الصلاه ب100 الف صلاه ما تبدا متشوق كل صلاه يحب يكون في الحرم، وكي يبدا بعيد ونمشيو بك السن هذه يحس بالذنب يقول يحس انا موجود يقول انا نقصت انا يا خويا نحب نصلي اكثر معناتها باش نكون في الحرم وقريب الحرم. هل فما هذا علاش يتشوقوا التوانسه؟ هل فما توانسه ما تمتعوش بذلك؟ بالضبط. شكون هم؟ اليوم خلطت انا غادي معناتها قالوا لي فما حج اخر، فما عباد اخرين راهم ماهوش جايين على الوزاره وعلى شركه الخدمات. نقلت وين هذوما؟ اتصلت بوسائلي الخاصه كما نقولوا قربت نلقى نزل إذا نلقى فما حج اوتيل فيه 280 حاج اللي هو قايمين بالحج وتوانسه. كيفاش جيتوا؟ قال لي لا جينا راهو معناتها حج خاص. هذا شو هو الحج خاص؟ تم تاشيره وهي هاي التاشيره معناتها تعطيها السلطات السعوديه لهنا مجامله وهزتهم اجونس وسكنتهم. قديش اول سؤالي انا ما نكذبش عليك كنت تعرف نقرب الحاج قديش دفعت؟ قديش خلصت؟ قال لي خلصنا مقرب 11500 دينار معناتها تحسب 9 ملايين و500
ومعاهم كيما معناتها حج العادي ومعاهم 1700 دينار شنو هما؟ قال لي هذوما دخوليه. تحسب 11 مليون و تاكس معناها 11 مليون و500 دفعوا، هذوما ما خرجوش في القرعه ومعناتها كي يلقاو الفرصه معناتها بالجو كيفاش كان ظروفهم هذوما؟ هل نفس الظروف؟ بشويه ظروفين نلقاه في 5 كيلومتر ونص بعيد على الحرم. اي كيفاش سوسوا معناتها باش نمشيو للحرم؟ قال لي لا هكا فما تاكسيات ناخذوا، يقولوا لنا ناخذوا تاكسيات باش نهبطوا. التاكسي بقداش؟ ب 30 توصل ل 100 ريال باش يهبط بها من المكان اللي هو فيه باش يهبط للحرم. تقريبا 60,000 تونسيه. 60 دينار تونسيه، تلوها 60 دينار هبوط. وإذا باش يخلص معناتها باش يصلي الصلاة يقوم بالصلوات نتاعو، احسبهم قداش. هذا ساعة الزولين. نلقى فما زاد حج الامتياز. هذه اليوم نقطة نحب نجبد عليها، واليوم راهو من حق التوانسة راني باش نقول هذوما الحاجات اللي برشا شكوا، قالوا منظمة دفاع المستهلك كيفاش ما دخلتش وقالت الحج راهو خارق العادة، تعدى الحج وتوناتيو معناتها في المداخلة نتاعنا، شنو هما النقاط اللي ريتهم غاديكا واللي لازمهم يتصلحوا، أو قدامنا سيد وزير الشؤون الدينية اللي باش نوصلوا له معناتها المعلومة، وداير التقرير نتاعي يكون فيه شامل فيه النقاط النقص اللي فما. نلقى حج 34 حاج سيد الوزير، وهذا لازمني اليوم تحل لونكيت فيها، 34 حاج مخلصين 22,000 دينار حج امتياز. 22,000 دينار حج امتياز، هل هذا يدخل شويه حج امتياز؟ هذا ماهوش تابع الشركه، على خاطر انا اليوم كي مقابلتني الشركه كان عندي حاجه باش نمشي لسي معز ونمشي للشركه، خويا اعطيني شنو هو اللي صار للحجاج نتاعنا. سيد وزير قدامي نمشي له بتقرير ولا نطلب مقابلته ونقول له شنو اللي صار؟ 34 حاج ب 22,000 دينار نلقى الحاج فين يسكن؟ 5 كيلومتر ونص على الحرم. شنو هو الحج الامتياز هذا؟ والله جابونا وقالت لي عندي توا اليوم البارح خلطت ولليوم ما ريتش الكعبه. 22,000 دينار اللي ماشي في حج الامتياز، مشيت زرتهم زاده نتاع الشركه، نلقاهم يسكنوا في الابراج مقابلين الحرم. معناتها يرى الحرم معبي، يقول ما سيرش نهبط نصلي في المصلى، كي راه فارغ يهبط يصلي ويتمتع. دافع 22,000 دينار، وان شاء الله نتمنى للتوانسه الكل ان يمشيوا فك الظروف هذيك. هذا اللي لاحظته ساعه قبل ما بدينا الحج الامتياز هذا، الحج الموازي اللي ريتو من حق التوانسه باش نتكلم عليه. منظمه معناها؟ والله والله قلت لهم اعطوني حتى شكون، حتى ورقه ما يعطيهمش. يقولوا لهم باسبوراتكم تلقاهم في المطار، وفي المطار يلقاو زوج مرافقين يهزوهم ل 34 حاج. وقابلتهم نساء، وقلت عديد النساء اللي قابلتهم من المراه اللي عملت لي تليفون قربت لي اللي معناتها وصلت لي، هي حاجه غاديكا رجلها مازال فيه متوفى، باعت الغالي برخيص سيد الوزير باش خلصت 22,000 دينار. ونعطيك حتى كيفاش خلصتهم 22,000 دينار، دفعت 19,000 دينار حاضرين، وقلت لهم ما نخلطش، قالوا لها ما سالش عامل كمبيالات، وعملت 6 كمبيالات في 500 دينار باش هزوها للحج. وهذايا لهنا اليوم اللي ناكد عليه، الحج راهو ماهوش لعبه باش يكون حجاجنا باش يكونوا في ايادي نتاع عباد باش تلعب بهم باش تهزوا. وتعرف انت الشوق نتاع الحج، يوصل السيد معناتها يعمل مطلب باش يمشي للحج ينجم يستنى 10 سنوات. بعد يقول لك مهما كلفني ذلك بالسوم اللي فما انا ندفع، اعطيني باش نخلط الحج. كي يخلط عمره 70 سنه سيد وزير، ويكون مثلا من عمره 60 هو عمل مطلب باش يمشي في 70، يقول لك انا عرست وجبت الصغار وكبرتهم ولاباس واحد وكل، وقعد لي الركن نتاع الدين نتاعي اللي هو الحج، معناتها ندفع ما اللي لازم ندفعه. ومن غادي نلقاو شكون باش يبروفيتي فك العبد هذاك وك الشخص هذاك باش يهزوا للحج ويتم عمليه الحج نتاعو باش تكون بالاسعار هذه. اذا الحج الموازي اللي تحدث عليه سيادتك ما تدمروش، تدمروا كان من الناس تسكن قدام الحرم. فما شكون سكن بعيد على الحرم ب 22 مليون؟ هذوما 22 مليون 34 حاج، قلت لك لقيتهم سكنوا بعاد على 5 كيلومتر. شنو التشكيات الاخرى بخلاف البعد؟ هل تلاو بهم؟ هل قاموا بمناسكهم؟ هل كان ظروفهم حسنه في ميناء؟ هل كان ظروفهم حسنه في عرفة؟ ظروفهم حسنه. شنو اللي معناتها جرهم يقولوا لهم معناتها الحاجه اللي النقطه الايجابيه اللي انتم قراب الميناء، معناتها بعد عرفه هبطوا الميناء معناتها يرجعوا للوتلة نتاعهم اللي هما قراب للميناء. لكن انت الحاج كي تقول له من نهار الاولاني تقول له باش تسكن في الحرم، باش تسكن في الحرم معناتها كي يدفع 22,000 دينار معناتها في انا داير وقت كلمتني المراه
قلت لي دافع 22000 دينار في بالي تسكن في الابراج ولا تسكن في هيلتون. هذا هو اللي مقابل الباب. قلت لي راهي البلاصه وما تعرفش حتى بسميها لي، حتى سميت لي معناتها المكان ومشيت له وعندي اسم النزل هذايا ومشيت قابلتهم فيه وصورتهم حتى بالتصويره، معناتها خليت حتى انا عملت معاها امتي روبورتاج، بس خليت الاسامي نتاع العباد هذوكم اللي خلصوا 22000 دينار. كما زاد كما قلت لك زاد ال 270 اللي قام في نزل اللي مخلصين 11500 دينار بعد 5 كيلومتر ونص على الحرم. وهذوما اليوم لازم نلقاو فيهم حل. وكيفاش الحج هذايا نحكيوا بعد على الحج نتاعنا تو 10300 اللي مشاو على طريق الدوله. ممكن نقطه دي بدات من الحوار مفتوح بالنسبه لسي معز سي سليم عنده حق في هذايا، اما نحب نوضح نقطه راهو بالنسبه للحج الموازي وما يعتبر حج موازي الدولة التونسية لا تعترف به. هاو انا باش نجي نشوف هل هذوما عندهم الحق في المراكز الصحية الموجودة في حتى هنا المواطن راهو هنا عنده ضلع في المسألة. علاش؟ خاطر نحن خرجنا بلاغات وقبل الحج تقريبا أكثر من شهر قلنا راهو الحج الموازي رانا يا مواطن رد برد منه. ماناش مسؤولين عنه. سيد الوزير شوف أنت كي تلقى شخص ويعدي 10 سنوات وهو عامل مطلب وما يطلعش اسمه في القرعة يشريه راهو كلفه وما كلفه وخاطر هنا اون بروفيت نحن بك الحاجة هذاك وبك المواطن التونسي واللي لهنا ردوا بالنا لهنا بالعباد هذوما اللي باش يهزوا التوانسة ويهزوا. نرجع حتى نتحدث على 10 سنوات انتظار وعملية الفرز والناس اللي معتمدية يقيد عام الأول عام ويقيد يمشي وقت اللي يقيد في العام هذاك، باغ كونتخ في ولاية أخرى الموجود فيها عدد كبير محطوط على القائمة دونك يقعد 10 كما قلت سنة 5 6 7 سنوات باش يمشي. باش نرجع لها تعرف هذا العمر نقطة أخرى بالنسبة لهذه فما الصحة اللي تكلمت عليها زادة هذيك بالنسبة للسن ساس ريبيركوت على الصحة أيضا ساس ريبيركوت ويرجع بالمضرة على القيام بمناسك باش تحدثوا فيه وهذا باش نواصل في هذا الحديث. نجي للصحة اللي هي بالأربع نزل اللي موجودة أقل أوتيل من الوتلة اللي كريتوهم كلهم معناها ما تكروش بالبيت تكروا بالأوتيل قداش فيهم من حاجة؟ أقل أوتيل فيه 1390 سرير الندوه واكبر اوتيل بدر المنسى. ليه سرير ما تجبديش على الاسرى خاطر كنتي خاطر الناس خاطر واحد في اربعه معناها لا راهو عادي راهو الحج راهو الحج راهو ثم عرض قداش للنوم اعطيني ثم ضغط كبير على السكن. انت تعرف مثلا في رماده قداش عندك من الحاج؟ بالنسبه لاكبر اوتيل فيه 2960 اللي هو بدر المنسى واقله اقل منه رماده 2584 في كل هالوتله هذه في الاربع النزل كان فما اربع مراكز صحه باش تأدي الخدمة الصحية للحاج التونسي. كيفاش كان تقييمك؟ هام جدا أن نتحدث معك في هذا الموضوع لأنك ما مشيتش لأول مرة، وهام جدا أن نثمن الناس اللي مشيتوا عندها تجربة لأنها أكيد أنها باش تسهل. نفس الشيء بالنسبة للوعاظ بالمرشدين الدينيين، أيضا بالنسبة للمطوفين والمرافقين كذلك بالنسبة للأطباء اللي هما ربما على رأس هذه المجموعة اللي متكونة تقريبا من 75 أو 74 طبيب طبيب وشبه طبيب يعني طبيب وشبه طبيب. كيفاش كان توزيع هذه المراكز بالنسبة لهذه الأقسام وكيفاش كانت العناية؟ وهل كي يكون تونسي مش جاي في الوفد الرسمي معناه الرسمي اللي منظم من الدولة وجاي من الحج الموازي فما تمييز وما تقوموش بواجبكم لأداء الخدمة الصحية تجاه هؤلاء المواطنين؟ شكرا عواطف. هو اول شيء صار نحب نثمن حاجه اللي في السنين الاخرانيين التنسيق ما بين مختلف المتدخلين في تنظيم الحج ولا تنسيق قاعد يتحسن وكلنا مسؤولين عن النجاح ولا حتى النقائص اللي موجوده واي شريك في المنظومه هذه كان عنده نقائص ولا متدخل ولا عنده نجاحات هي مشتركة مع العباد الكل معناها المسؤوليه ايضا مشتركه هي المسؤوليه صحيح يشرف على الحج ووزاره الشؤون الدينيه ولكن معها شركه الخدمات اللي توفر لنا سكن وين احنا نكون موجودين توفر حتى قرب ولا بعد النزول على بعضها شركه الخدمات اللي هي ساعدتنا في ترحيل بعض الحالات. نحب زاد نذكر هنا نشكر خاصه القنصلية العامة تاعنا بجدة اللي هي تعاوننا ياسر تعاوننا في العلاقة مع السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج ووزارة الصحة في التراخيص اللي ناخذوها مش نجموا ونشتغلوا غادي وفي تخريج الدواء اللي نهزوه غادي وفي عدة أشياء حتى في التنقل تاعنا وكراء سيارات الإسعاف.
هي سنة كانت أول تجربة عملناها سنة وذا خلال الاجتماعات اللي سبقت تنظيم هذا الحج هي وتعهد قمنا به احنا عملناه في الحج الموسم الفرد اللي تعهدنا باش نحطه في كل في مكة في كل نزل فريق طبي يشتغل في هذا النزل. يعني ما كانش قبل ما كانش قبل كنا نعملوا زوز فرق وموجوده في زوز نزل والاخرين معناتها الحاجات الاخرين يمشيوا للواحد. وهو صحيح من الاول الاتفاق نتاعنا كان باش نحطوا فرق تخدم مش على طول النهار ما تخدم في اوقات عمل مضبوطه في اليوم. ولكن امام الالحاح وامام معناتها تشاور الاجتماعات حطينا فرق تخدم 24 على 24 ساعه في مكه في الاربع نزل اللي موجودين في مكه المكرمه. وهذا يرهق الفريق نتاعنا وهذا نشكرهم كل الفريق الصحي اللي خدم. كان مقسوم على خمس مجموعات معناها خمس فرق. اربعه في مكه ثم فريق تلقى موجود في المدينه وقت تلقى ثم الحجاج نتاعنا في المدينه واللي قاموا بعمل نقول لك كبير حتى ساعات يوصلهم هما ارهاق ثم شكون منهم خدم حتى 24 ساعه بدون انقطاع. هذا يمكننا نحب نعطي انا عدد العدد الجملي موجود في الروبورتاج نسيتش نعطيه نحب نعطيه هو 17000 لا خذيته 17040 عياده شفناها في تحيه للدكتور شكري حموده اللي عطانا والدكتور سامحني زينوف هنا باش لازم محمد انت ما تحبش تقولها انا نقولها انا رئيس وفد لازم نقولها ونثمنها وكنا فخورين به الحقيقه البعثه الصحيه انا تحصلت على احسن بعثه صحيه كشهاده خذيتها من طرف السلطات. حاب نشوف ما نحبش نشكرهم من توا انا نشوف شنو الخدمات اللي قدموها حتى يشوفوها الساده المشاهدين باش نشوف شنو الظروف اللي كانوا يعيشوا فيها. انا بدا نحب نحكي على شنو اللي قمنا به وشنو النقاط شفناها ثم الجمعه اللي فاتت انا ما حضرتش فيها ما كان حاضر فيها الدكتور حمود الدكتور شاوش اجتماع واحد تقييمي مع السيد وزير الشؤون الدينيه وشفنا النقائص وقدم الفريق الصحي قدم بعض المقترحات وان شاء الله نتقدموا فيها مع بعضنا بالرغم راهي ثم صعوبات وثم مفاجآت حتى انسان يكون ينتظر فيها وثم اجراءات تضعها السلطة السعودية اللي هي زاد نشكرها خاصة سهلت لنا في عدة اشياء وفي عدة اوقات في العمل بتاعنا ولكن ثم اجراءات تصير وثم اجراء اللي معروف هذا هو التنقل والمسار كيفاش تخرج السيارات الخطه المروريه نتاع السلطات السعوديه كانت ربما سبب في برشا مشاكل اللي قلنا احنا تتجاوزكم انتوما واللي تخليكم قدام مشاكل كما قلت انا شاركت في البعثات السابقه ما بين عمنا والوسنا كانت سيارات الاسعاف نتاعنا كانت عندها بالنسبه للسنه الفارطه اكثر سهوله لدخول الى وصول الى مختلف النزل وحتى مختلف الاماكن تولينا ثم بعض كيما نقول لك ثم اثنين تقع تتسكر لي باغاج يتسكر وذولي حتى وقت الصلاه وقت الصلوات تقف يقف حتى خلال المرور الصلوات يعني حتى في خلال الصلوات هنالك معناتها ولات معناتها نعتمدوا برشا على الهلال السعودي هو الشيء يجي الدخل وهذه حاجه جديده اللي ما كناش عملناها عايشينها واللي لازمنا نتاقلموا معها ولازمنا نلقاو حلول خاطر وقت تجي الحالات اللي نمشيو نهزوها نحولوها الى المستشفيات اللي 89 حاله يلزمنا نلقاو حل وصلنا مع ثم حالات تم توجيهها بسرعه فائقه وذلك بالاعتماد على السلطات السعوديه وخاصه الهلال السعودي. انت سالتني سؤال على على الناس اللي جات احنا بالنسبه لنا خارج الحاجه المنظمه يعني بالنسبه لنا حتى في الكونترا اللي عندنا مع السلطات السعوديه حتى المصحين فيه ومصحفيه انا شخصيا نداويو التوانسه الكل جنسيه تونسيه وحتى جنسيات اخرى كذلك جنسيات اخرى في الحالات الاستعجاليه لكن مبجلين التوانسه وما فرقتوش بين شكون جاي في حج موازي او حج بزنس او حج بالرغم من موازي ما يحبهاش ياسر في الاحصائيات خاطر بالنسبه هو اللي يهمه الاحصائيات هي وخاصه الوقت ثم وفاه الله يرحمهم نترحموا عليهم الله يرحمهم هذا الكل صحيح الوفيات اللي خارجه الحجاج نتاعنا اللي حجاج الفرز اللي هما هذاك نشوفوهم وكان لازم نشوفوهم وانا حتى القنصل مره كلمني على حاج تونسي اللي هو تونسي اما جاي من برا وحاج وتوفى مشينا خرجنا له شهاده الوفاه باش نسهلوا الاجراءات للقنصليه وكذلك لعائلته. هو فما نقطه بالحقيقه سامحني سي معز نقطه هامه اشار لها سي نوفل وزين ناكد عليها الحقيقه اليوم هي نحن قلنا الحج شنو الغايه منه؟
الغايه منه هو الحاج باش يروح ادى الركن الاعظم الاكبر اللي هو عرفه وهذا هي الواجبات الاخرى والمناسك الاخرى. فبالنسبه للحاج نحن عندنا كانوا بعض المرضى عندنا في المستشفيات السعوديه وكان عندنا وعد والحمد لله اللي السلطات السعوديه نهار يوم عرفه جابتهم العرفه وتمت الوقفه نتاعهم، ولذا هذه عمل نكبر فيهم الحقيقه الموقف هذا. وهذا ديما نرجع نقول الحج اعتبرته حج نجح باعتبار مش نحكي الظروف باش نجوها مش نحكي النقائص باش نجوها، اما نعتبره حج نجح من الناحيه المنسكيه من الناحيه التعبديه من الناحيه الشرعيه. وهذا هو هذا هو الرغبه كل حاج تونسي على غير اذا تاكيدا لكلام خلينا نتعدوا للروبورتاج باش نرجع لك سي معز اسئله توجهت لي وثم نجي تاكيدا للكلام اللي قاله سيد الوزير. السلطات السعوديه والمستشفيات السعوديه فتحت لتونس فقط انهم يصوروا حجيجهم اللي هما مأويين في هذه المستشفيات. ظروف كان فيها وفاه لبعض حجاجنا الميامين الله يرحمهم وينعمهم وربي يكرمهم انهم يتوفوا في البقاع المقدسه، نعرف اللي صعيبه على اهاليهم في تونس ما شافوهمش وما دفنوهمش، لكن كل الظروف كانت معناها مش سانحه لكن كانت ظروف كانت قامت على احسن وجه من طرف القنصليه العامه نتاعنا في جده من طرف كذلك سفيرنا بالرياض. نشوفوا هذا الروبورتاج بمستشفيات السعوديه ومرضانا اللي كانوا موجودين بالمستشفيات السعوديه ثم نعود. تابع اعضاء البعثه الصحيه المرضى خلال ايوائهم بالمستشفيات السعوديه، وتواصل أطباء فريق التنظيم مع عائلاتهم في تونس ومع مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة لتأمين عودة هؤلاء الحجيج المرضى في أحسن الظروف، إما إلى الأقسام الاستشفائية التونسية لمواصلة العلاج أو إلى ديارهم للنقاة. والله نحمد ربي وقفي لي الناس كل والفريق السعودي والفريق التونسي ولبس. ايش فرحتك اليوم وانت في مكه؟ فرحه كبيره صح؟ نعمه طواف طاحت الشك وقعدت نمشي حافي وقت نمشي حافي طابو كرايا مرات هذاك الضرر وقع لي. وانت مريضه عندك سكر؟ عندي السكر. ما ساقيكش فيهم؟ لا ما فيهم شيء حتى شيء، اما مسخنه طاحت الشك. باللطف عليك شكون جابك لهنا؟ والله الفريق التونسي الفريق الصحي؟ ايه جابك المستشفى السعودي؟ ايه يعني وكيفاش كانت المعاملة لهنا؟ لا لاباس. وبعد ثم الحج تاعك كل شيء يكملوا يدويوك لهنا وروحوا تونس روح تونس باش تكمل الدواء تاعك في تونس. بارك الله فيك. الله يسعدك لازم يزيدوا الدواء في تونس. في بالك باش تعمل حاجتك ما؟ نعم باش تعمل حاجتك ان شاء الله باش يساعدوك بالقافله باش تعمل الحاجه نتاعك ان شاء الله. طلعوك في البيوس في الدار تمشي معاهم تمشي على بيت تعمل الحاجه نتاعك ترجع هنا عاد ربي يعزكم بارك الله فيك. تم تحويل البارح حالة الحاج هذا في حالة حرجة معناها المستشفى وتابعناه البارح وحاولنا نتابعوه اليوم نشوفوا حالته تحسنت ولا ما تحسنتش. بالاتصال في الاي سي يو يعني العناية المركزة تم تبليغنا كونه توفى واتصلنا بمندوب الدول العربية اللي هو ثبت معنا الحالة هذه وكنظمنا الثلاجة باش نثبتوا اللي هو متوفي ولا لا وتأكدين على ذلك. قيناه توفى والله يرحمه معناها قدرة ربي إن شاء الله نتابعوا الحالة للإجراءات اللازمة مع مندوب الدول العربية هو اللي قام بالتثبيت من الأوثائق نتاعه. الحاجة اللي وصل أمس الحاجة التونسي اللي وصل أمس تابعنا حالته مع الدكتور محمد ودحين حاليا انا بتابع الحاله مع الدكتور محمد عشان نخلص اجراءاته ويتم الدفن الله يرحمه ويصبر اهله. يعني بالطبيعه الحاج اللي كان عنده مشاكل في ساقيه مش هو الحاج اللي توفى بل معناها الظروف اللي مشاو وسالوا فيها الاطباء لقاو
حجاج توفوا والعدد نتاعهم نسمعوهم بعد في الروبورتاج هو تقريبا 11 حاج وفاهم الاجل في البقاع المقدسه وحاله يعني مرض طبيعي يعني توعك صحي حاد هو اللي ادى بهم الى الموت وحاله حادث مرور. اذا الخطوط الجويه التونسيه حتى نتحدث على التنقل، نتحدث على تاخير طائرات، نتحدث ايضا على كراء الطائرات، وقع كراء طائرات فيهم طواقم اجنبيه. هل كانت معززه الطواقم الاجنبيه بتوانسه وقديش كان عددهم؟ التاخير شنو السبب نتاعو؟ وسي معز يقول انه بعض المشاكل اللي صارت له في ناس تستنى في بيوتها مازالت ما فرغتش السبب فيها هي الخطوط الجويه التونسيه. بارك الله فيك على الاستضافة قبل كل شيء. مرحبا بي. خطوط التونسية بمناسبة موسم الحج لسنة 2017 أجرت طائرتين من نوع الإيرباص 340 شركة برتغالية. قامت بقديش من رحلة هي؟ قامت ب 44 رحلة في مرحلة الذهاب و 44 رحلة في مرحلة الإياب. والعدد الجملي قديش للرحلات؟ 88 رحلة الكل في كل. يعني والتونسية قديش؟ التونسية من رحلة احنا خصصنا بالنسبة للعودة نتاع الحاجين الميامين من السعودية رحلتين بطائرات ايرباص 330 قديم من طائرة؟ الخطوط التونسية رحلتين. اما قديش؟ احنا انا طائرتين وعملنا رحلتين بالايرباص 330 وكملنا رحلة ثالثة بايرباص 320. وبقية البرنامج كله تم تنفيذه بالطائرتين المكريتين من الشركة البرتغالية. المشكل يقع الاتفاق معاكم على رحلات هكا ولا لا؟ أيه. هو يقول عنده الحق، هو يقول انا مثلا الحجاجنا باش يسافروا نهار الفلان، تقوم انتم تقولوا اي من الاول، لكن بعد لظروف نحب نعرفها اليوم، نحب نعرفوها والساده المشاهدين كذلك يعرفوها، تتقدم الرحله أو تتأخر الرحلة، معناها مكثر تتقدم هي، معناها كان أنا اللي نعرفه أول رحلة كانت يوم 10، كيف نحكيه مع شريكة كانت يوم 12، مش رحلة نورمالمون كانت تنطلق يوم 12، علاش انطلقت يوم 10؟ نوضح لك المسألة، لأنه هو البرنامج يتم الإعداد نتاعو بالتعاون بين شركة الإقامات وبين الخطوط التونسية، نتفقوا على برنامج مبدئي ونحددوه البرنامج هذاك، لكن ما يكون برنامج نهائي الا ما تتم المصادقه عليه من طرف سلطه الطيران المدني السعوديه. معناها ينجم يصير تغيير. ينجم يصير تغيير. وهذا ناتج على شنو؟ على طاقه الاستيعاب للمطارات السعوديه، لانه هذوما يسميوهم لي سلوت الكرينو اورير. وقتاش تهبط وقتاش تهبط الطياره وقتاش تطلع الطياره. تم يعني تجميع مطالب الشركات المعنيه بالحج لدى السلطه السعوديه. ويتم يعني توزيع لي سلوت هذوما على مختلف الشركات حسب المطالب نتاعهم وحسب عدد الرحلات المطلوبه. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ هو انه حتى السي معز في باله بالمساله وقت اللي احنا اودعنا البرنامج نتاعنا صار تاخير في رحله، يعني المشكل هو انه النتيجه احنا وضحنا الموقف نتاعنا وقلنا راهو هذايا برنامج مبدئي يعني بروجرام بريفيزيونيل، والبرنامج هذا ما ينجم يكون نهائي الا ما تتم المصادقه عليه من طرف سلطه الطيران المدني السعوديه. المشكل هو انه صار معناها ديكالاج، يعني فارق في يوم، تفاوت في يوم يظهر لي بين العقود اللي ابرمتها شركه الإقامات مع النزل وبين أول رحلة باش تنطلق، هذا هو الفارق. يقول لك هو أنا تحملت يوم تسويق نتاع بيوت ولا نتاع نزل وقت اللي هي ما تحملش فيها مسؤولية، لكن في نفس الوقت الخطوط التونسية ما تحملش فيها مسؤولية، لأنه البرنامج ما ينجم يكون برنامج نهائي إلا ما تتم المصادقة عليه من طرف سلطة الطيران المدني. معناها عندكم فكرة على اللي صار؟ معناها الناس قاعدة تستنى في المطارات. لا كلام هذا حكينا فيه. وناس ما خذتش بيوتها إلا ما قعدت واقفة وتستنى في الناس حتى تخرج من احنا بالنسبة للمسافرين، لا احنا المسافرين
عندهم التذاكر نتاعهم. ما نعمل احنا اليوم، احنا نقيمه. نعم. احنا اليوم نشوفوا اللي حاجات تتجاوزك انت وحاجات ظروف، كما قلت انت نتفق معك على حاجه كشركه خدمات، وانا لو بعد نلقى روحي في ظروف اخرى نلقى السلطات السعوديه. وايضا فما تاخير نحن نتحدث عليه اللي صار في السلطات السعوديه، عند السلطات السعوديه قالت عندكم حلين، يا تلغيوا السفره كومبليتمون ولا تستنوا شويه وتدخلوا من بعد. احنا باش خلينا نوضح النقطه هذه. احنا المسافرين اللي عندنا كل حد عنده التذكره نتاعو، يعرف تاريخ الرحله نتاعو وقتاش، ويعرف تاريخ العوده نتاعو وقتاش. يعني بالنسبه للسكن اللي هو خلق مشكله في الرحله الاولى ولا في اليوم في اليوم الاول للكراء نتاع البيوت هذيا، احنا المفروض انه ما نكونش عندنا به علم علي. لانه الحاج بالنسبه للسكن نتاعو العلاقه التعاقديه هي بينه وبين شركه الاقامات، مش مع الخطوط التونسيه. لكن سي معز شنو انت المشكل هذا نتاع التاخير؟ انه واحد مسافر انا يوم 12 باش يوصل يوم 13 او يوم 12 يوصل، يلقى روحه الطياره وصلته يوم 10 يوم 11 مثلا، او يوم 10 في نهار. شنو اللي صار معناها؟ شنو اللي خلى خلينا نفسر للساده المشاهدين علاش قعدوا يستناو، علاش استنوا في المطارات؟ باش نشوفوا بعد حاله معناها. حتى نقول لك حاجه، فما كاين فما اخلال من الاطراف المداخله هذيك، يساسو ريبيركوت على الصح، يساسو ريبيركوت اوتوماتيكمون على الصح، يتقلقوا في المطارات يستنوا ناقصين ومتعبين، كيفاش باش يمشي ياخذ تاعو المناسب؟ واضح. المشكله نتاع مساله الطيران ومساله العقود انه ثم معادله بين شيئين اثنين، المعادله بين اكتراء الفنادق وضروره التبكير باكتراء الفنادق حتى نظفروا باحسن الفرص وباحسن الاسعار للحجاج، ومساله تاخير هيئه الطيران المدني السعودي للمصادقه على برنامج الرحلات. احنا ننطلقوا قبل ما نتحول للسعوديه لجنه المعاينه ببرنامج مبدئي كنا نعرفوه اللي هو مبدئي، نحاولوا نحترموا فيه قدر الامكان. الضوابط تمشي قبل ما نسمع، احنا مشينا في جونفي، احنا عملنا مشينا في جونفي المصادقه تم في يظهر لي في شهر جوان، مش مؤخر. ننطلقوا هذه المصادقه نتاع هيئه الطيران المدني السعودي، ننطلقوا قلت لك معناها من برنامج مبدئي اللي نبرموا على اساسه العقود. اللي صار معناها في برنامج رحلات السنه كان ثم تغيير شمل يومين في الانطلاق. اول رحله كان يوم 12 اوت، اول رحله تاخرت في المرحله الاولى بنهار وقتها على اساس التقويم الهجري، انه هي الكاكا هي اللي هيئه الطيران المدني هي اللي كانت متسببه فيه، واثر ذلك ثم تغيير ثاني على اثر رفض بعض السلوت تراخيص الهبوط للطائرات، خاطر يحبوا دو سلوت برجو، يحبوا رحلتين في اليوم. هذا البرنامج معناها المخصص لجميع الدول. احنا نحبوا نعمل ثلاث ايام. دونك هو عنده الحق يقول لك انا اعلمتك كنت في بالك، دونك انت تصرف. هذا هو، احنا مش معناها المشكل انه العقود اللي برمناها يصير ثم ديكالاج تاع سويع تاع نهار، لكن يومين كاملين كان اثر تاثير كبير خاصه في المدينه. انا بحب نشير الموضوع المدينه لانه صار تداخل بين العقود اللي ابرمتها الشركه تعاقدنا معها في المدينه مع جنسيات اخرى، وصارت لخبطه كبيره، وصار معناها رميز اللي عاشوه الحوجي كامله. يقول لك احنا نستناو فما ناس اخرين كاري كريتونا، وانتم شفتوا هنا الالتباس هوني، يقول لك انتم كارين و احنا تدركنا الامر، احنا تدركنا الامر، تدركنا الامر، تدركنا الامر، مشينا للمدينه وعدلنا. لكن شكيوا من ذلك راه؟ لا 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 لا، ما اثرش على التنظيم، بالعكس كله في منطقه مركزيه. احنا الرماد معناها الحل لقيناه على عين المكان، وتحولت لجنه المعاينه ولجنه صفقات لعين المكان، وتم معناها ابرام يزيد البديل للفنادق اللي معناها صارت فيها تداخل مع جنسيات اخرى، ولقينا الحل والحمد لله. الحل مش في وقتها لقيته، الرحله لقيناها من بعد بالاتحاد، لقيناها من بعد. والرحله الثانيه هي تتغير تشمل رحله في يوم 25 اوت يظهر لي، هي اللي صار فيها تقديم الناس تقديم 12 ساعه، تقديم 12 ساعه، وهذه تشمل فيها الفنادق من فئه 5 نجوم، فئه 5 نجوم ما تعرف الدخول بالوقت وبالساعه. فالتاخير اللي صار هذا هو معناها. هل صار تعطل في ثنيه كذلك في النقل ما بين المطار والانتظار في المطارات؟ انا مش بنبين النقاط نحب نجاوب عليها، لانه صارت مرور كم من الاسئله الحق ما لقيتش الوقت باش تعطيني مساحه باش نجم نوضح. مساله الانتظار في المطارات، انتظار المطارات اثناء وبفضل نجم نقولوا مساعي السلطه السعوديه لاول مره صار تطبيق مساله المسار الالكتروني بالكامل، واخص بالذكر هنا الجانب المالي، يعني ثم صار الدفع الالكتروني. هذايا خفف بشكل كبير مساله الانتظار في المطارات، باعتبار انه الدخوليه كانت تاخذ وقت كبير. الدخوليه هي التاكس ما. هي التاكس كانت تاخذ وقت كبير في الانتظار في المطارات، هذا كل تم الاستغناء عنه. معدل الانتظار، كل معدل معناها الرحلات الاولى
تكون في وقت رحلتك الاخيره اللي تشهد ذروه هي 4 او 5 ذي الحجه، هذيك تكون معناها اقصى ساعات الانتظار، كان من 8 الى 9 ساعات. خاطر فما جنسيات اخرين فما طيارات اخرين. وقتها وقت ذروه، وقت خاطر المطار يسكر بتاع جده يسكر يوم 6 ذي الحجه نصف الليل. السنه معدل الانتظار في الساعات بين في المطار بين 3 و 4 ساعات، يعني انجاز كبير من النص تقريبا انزل عدد الساعات. والحالات الذروه ما وصلش حتى 8 ساعات، اقصى انتظار في المطار صار تقريبا 6 او 6 ساعات ونص، معناها في يوم 25 اوت اللي يصادف 3 او 4 ذي الحجه. حتى 26 هذا حتى 26 هو هذيك الايام اللي انا عملت فيه 26 وقعدنا ما يقرب هو حتى 8 ساعات. حتى تم معلومه جاتنا انه ثم تقريبا 27 رحله من جنسيات اخرين تاخرت اللي حكينا عليهم سيد الوزير وتم برمجتها وتم معناها في الايام الاخيره من ذي الحجه واللي خلات كونسيل ضغط على مستوى الوصول للمطار. والحاجه الثانيه اللي ساهمت في التقليص هو التعاقد من المنفذ. احنا سنة تعقدنا على حفلات حديث الصنع يعني 14 15 16 موديل 14 كانساس اللي تكون موجوده على عين المكان ما تمش انتظار مباشرة بكلها حفلات جديدة يتم نقلها إلى مقر سكن. هذه أول مرة وأول عام عملناها السنة. سي معز نحبك تجاوبني. وهي من النقاط المضيئة في الحج. نحبك تجاوبني بعد الروبورتاج هذا اللي باش نشوفوه على الحالة اللي باش نشوفوها بعد شوية بالطبيعة هي حالة احنا باش نتحدث توا على العمل نتاع مراكز الصحة كيفاش كانت مع حجيجنا الميامين ماهي ربما أهم التنسيق كيفاش كان وكيفاش صار والخدمة الصحية كيفاش صارت لكن فما شهادات لناس دمرت أيضا من الانتظار خاصة في المطار. نشوفوا هذا الروبورتاج اللي يهم البعثة الصحية ثم نعود. تعتبر البعثة الصحية المرافقة للحجيج من أهم حلقات الأطراف المتداخلة لتأمين سير موسم الحج، حيث عملت وزارة الصحة على الرعاية الصحية بالحاج التونسي انطلاقاً من تسجيله في قائمة الحجيج وخلال كافة مراحل الحج إلى حين عودته إلى أرض الوطن. اللي جينا من صفاقس احنا ركبنا قرابيت 7 متاع الليل وصلنا المطار جدة هنا قرابيت نعرفش ماضي ساعة ولا ساعتين ولا اليوم ملي وصلنا حتى كان الغدو الحي مع الحديش باش عدونا عن طريق الديوانة أما ليلتها بتنا على القاعة معناها جرى فينا بعد ما عدونا وكليك خرجنا لبرا تحت ثم غطاء بلاستيك هذاك قعدنا في الشيلي معناها وصلنا لهنا الوتيل كان قرابيت الأربعة متاع العشية بعد عاد كي خرجنا من المطار كمل طلعنا في كار كليماتيزي الواحد موصل الليل كان في حالة يرثى لها معناها صارت لي دياري وكرشي توجعني وكليك تصور واحد يرقد على القاعة معناها من 3 متاع الصباح حتى الوين باش عيطوا لنا احنا تونس هو بصراحة المطار مليان برشا معناها الحق معناها غاديكا في المطار قايمين بالواجب وجيت للطبيبة هنا عطاتني الدواء وكل مازال عندي تحسيك في مصارني مازال مصارني يوجعوني عطاتني الدواء هي لأول مرة الحق بارك الله فيهم هنا الطاقم الطبي تحفون على الآخر. ديت شوية مناسك ولا لا؟ لا والله جاب ربي جماعة اللي معايا بارك الله فيهم معناها هم اللي قاموا معايا بالواجب. أنا جاي من تونس عندي ضغط الدم وجيت بهم رجل من صفاقس حبيت نطمن لأنه الطقس ما يشبهش الطقس اللي في تونس هنا أكثر شوية سخانة مع الضغط نتاع المناسك وزيد التغذية لأنه نعيشوا ان جروب احنا كما نقولوا مجموعات. تنقسم البعثة الصحية والمتكونة من 75 عضوا بين إطار طبي وشبه طبي بين فريق التنظيم والمتكون من 6 أعضاء لإشراف على مراحل تنسيق الرعاية الصحية بالبقاع المقدسة وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم يلتحق بها 5 أفواج مكونة من 14 إطار طبي وشبه طبي لتأمين العيادات بجميع أشكالها والعناية المركزة بوحدة الإنعاش بالمستشفيات الميدانية السعودية ومتابعة المرضى المنومين والترحيل الصحي عند الضرورة. Thank you.
أول مرة في البعثة ومعني رئيس فريق، دونك احنا نخدم كل مع بعضنا، لكن معني رئيس فريق عنده مسؤولية تنظيم معني عمل الفريق اللي هو فريق كامل 15 واحد، وعندنا فرق معناها مقسوم فرق نخدموا معناها بتخوش وغير معناها نخدموا نرتاحوا، فما ناس تستنى وكل شيء، دونك هذا بالغولمون، دونك في تنظيم ونشوفوا معناها في التعزيز الفريق كان عندنا اكثر معناها مرضى موجودين، دونك نعزوا بعضنا الفريق. كتجربه الحق تجربه باهيه، والنظام معناها الناس كل معناها تطبق في النظام، والحق حتى المرضى معناها حسيناهم، معناها ما زلنا ما نعرفوش حسينا اللي هما راضين على الخدمات، وان شاء الله معناها كان فما حاجات فما تقييم يومي، احنا معناها رؤساء فرق نعملوا تقييم يومي للنشاط معناها الفريق، وبعد نلموا بعضنا مع لجنه القياده ونعملوا معناها التقييم اليومي، وبعد باش يتم تقييم العام هذاك تو نشوفوا الحاجات اللي باش نقفوا عليها باش نزيدوها باش نحسنوها. هاي تفضل. من وقت ايش انت هوني موجود؟ من 6 نتاع الصباح. تو قديش وقت؟ تو 11 ودرجي. عملنا 80 عيادة، الكل خذاو دواياتهم، واكثر العيادات هي قريب، الناس كلها عاملة دي قريب من تغير الطقس. يكونوا في السخانة وجو يدخلوا ديريكت الكليماتيزور. تم اللي صلاوا جاوا ومن بعد مشاو فطروا من الريستورون تاع الداوية عادي. توا نقص على خاطر توا فما صلاة الظهر، اليوم أكثر من العادة. خاطر نحس حسب رأي الحجاج الكل كانوا في المدينة وتعبوا، فهمت؟ بداوا يحسوا في التعب بعد الفترة هذه الطويلة، بداوا يحسوا في التعب. دونك العدد العيادات في تصاعد. نسق فما نسق تصاعدي جاء فني على مع وفود الحجاج، معناتها بالفوج بالفوج كل مره يزيد النسق، مش كيما اول يوم كيما الايامات هذيا. الدعم للفريق بمجموعه المجموعه الخامسه هذه اللي جات البارح اليوم ولينا، معناتها زدنا في نسق العيادات، كنا نعملوا زوز عيادات في كل زوز عيادات على طول 24 ساعه ديما فما معناتها دو كونسيسور دو ميدسان كي سون سور بلاس موجودين. توا في ابتداء من اليوم الصباح ولينا اربع يعني كات كونسلتاسيون، معناتها ومعناتها رغم ذلك معناتها النسق التصاعدي. بعض الامراض اللي ربما ان شاء الله نجموا نتفاداوها اللي مربوطه بالقلب والشرايين عند العديد اللي مع الاسف هم مدخنين، فما عدد ماهوش كبير هو من جلطات في القلب، ولكن نعرفوا الاصابات هذه ديما تخوفنا، نلتزموا ديما بالعنايه المركزه والا بنقلهم للمستشفى. بالنسبة للدوايات موجودة، الحجاج يجوا كل ياخذوا دواياتهم ويروحوا كان فرحانين، اللي يكتبوه الطب الكل ياخذوه. إن شاء الله مازال عندنا ستوك هكا ورا الخزاين، موجود كل شيء. رغم الاكتظاظ لكن نحن الحمد لله قدها وقدود. إذن سي معز بوجميل، الحالة اللي كنا نشوفوا فيها في بداية الروبورتاج كيفاش تفسرها؟ أنا تو حسب ما عينت الوحدة قبل ما نجي حتى لهنا عملنا إحصائيات نعرفوا قداش ساعات الانتظار في المطار، ما عندنا حتى حالة طائرة قعدت في المطار أكثر كما قلت لكم من 6 ساعات أو 6 ساعات ونص. أنا أعتقد أنه الحالة هذه هي حالة متاع امرأة تونسية حسب اعتقادي، ولا هي المرأة التونسية اللي حتى الاسم ماهوش قديم ما نستحضروش، لكن الانتظار هذا صار المرأة التونسية ضيعت الباسبور نتاعها في الباسريل وكي طالعة للطيارة في تونس، وقعدت تنتظر الطيارة اللي من بعدها حتى جابوا لها الباسبور نتاعها باش نجمت خرجت المطار، واعتناوا بها وجابوا لها الأكل على عين المكان، وتم معناها الاعتناء بها حتى لين جات الطائرة الثانية وخرجت ووصلوها للفندق نتاعها، لكن ما ثم عندنا حتى حالة انتظار في المطار وصلت للدرجة اللي سمعتها. واضح. دكتور نوفل سومراني، بالنسبة للخدمات الصحية تذمرتوا أنتم، حتى مش هما مش المواطنين، المواطنين تذمروا من حاجات باش يجي يقيس دم ولا يقيس السكر يلقى تعب عند الاطباء ويلقاهم
ما همش حاضرين حتى باش يعني يقولوا كانه ماهيش بريوريتي انه باش يقيسوا الدم او باش يقيسوا السكر، لانه ربما يضاع الوقت في حاجات اخرى، في دي بتي بوبو صغيرين. هو بالحق يمشي يصلي ساقه توجعوا ويمشي حافي وسخانه وسقيت تهرى يجي للصحه، ما ياكلش بالكدا يطلع له السكر. وتنحكيو على الماكله وعلى الوجبه بتاع الصباح اللي فيها سكريات، وهذا قالوه الاطباء، يجي كي تشكى سكره طالع والتونسيون طالعه من السخانه ومن الشمس اللي كان فيها، ما يرقدش مليح وتصيروا الوسيناسيون. رينا برشا فقدوا الوعي، معناه ما عادش يعرفوا هما وين موجودين. هذه هل الخدمات الصحيه هذه هل اليوم فما فيها تضييع وقت لحالات؟ وهل يلزم الحاج يعرف اللي فما اولويات لبعض الحجاج؟ ونمشيو احنا قاعدين نقدموا بشويه خاطر وقت الذروه مازال ما جاش، باش يجير في عرفه وخاصه في ميناء باش نشوفوا حالات استعجاليه معناها وانعاش وتو نشوفوا من بعد. هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار وقت اللي تقوموا في الـ في الـ في اللجنه الوطنيه للحجيج انه فما عمر معين، فما سيرتيفيكا طبيه معناها فما تسمى الوصفه الطبيه سيرتيفيكا ميديكال شهاده طبيه تمنع الحاج؟ ساعات يقول لك طبيب انا قلت الحاج هذا ما يزموش يطلع نفيق به في الطياره ولا في مكه. اذا دكتور نوف قبل ما نمشي للدكتور السيما، شكرا. كما قلت راهي هو الحج يبدا قبل ما يمشيوا الحجاج نتاعنا الى البقاع المقدسه، وتوقع معناتها بالنسبه لنا احنا للصحه ثم الفحص يصير قبل، ثم التلقيح لاعتبارهم سنة خصوصا، ثم تلقيح اوصينا به 70% من الحجاج مشاو فيه هو التلقيح ضد الالتهاب الحاد الجهاز التنفسي، وهذا مكننا من تقليص عدد الحالات اللي تعكر عدد الحالات بهذا المرض. وصحيح اللي هو احنا المهمه نتاعنا ليس اول مهمه نتاعنا، هما المرضى تشكيو منكم وانتم ما تشكيتوا منهم؟ لا ما نقولش تشكينا منهم، ما تشكيتوا لا مش تشكيتوا هاش شغل فما فرز يعني انتم راهو نحب نفهم حاجه، نحب نعرفوا اللي الطاقم الطبي اللي مشى والشبه الطبي راهو كلهم حالات استعجاليه وهم قاعدين نقدموا باش نشوفوا. احنا عندنا 75 كما قلنا عضو في الفريق الصحي اليوم تقسموا على اربعه نزل، وثم في فتره يخدموا حتى في المدينه. معناتها مع العلم انه كنتوا عملتوا غونفور في نزل اخرى ما كانش موجود فيها، وشفنا اللي العدد نتاع العيادات 17,044 عياده، عدد كبير ياسر. ساعات يجيو معناتها الحجاج كلهم في فرد وقت فاق الذروه. الحالات اللي تمنع الاولانيين هي الحالات الاستعجاليه، وثم الحالات اللي تنجم تتعكر، معناتها انسان عنده مرض ونجم غدوه يتعكر له ولا في الليل يتعكر له كل شيء. ثم بعض الحجاج ونفهموهم احنا عاد يفهموا بتلقى صحته يتعب كما قال لك الطقس الشيلي يتحركوا ياسر، ثم الكليماتيزور يقلقهم، يجيو للعياده اما شيخو مش يقيس ضغط الدم ولا مش يقيس السكر، حتى تلقى مش مريض بالسكر يحب يجي يقيس السكر. وهذوما الحجاج ما تتسببوا في بعض الاشكاليات اللي معناها تقول فما ناس تحب تعمل عيادات ماذا بها تطمن على الروح قبل ما ثم شكون يخرج من ريستورون الصباح يقول لك والله خلينا نمشي بعد ما افطر يقول لك خليك نقيس السكر. وثم حالات اخرى اللي هي حاجة هل هذا يعطل سير العمل نتاعو؟ طبيعي، وحتى في الاستعجالي في تونس يعطل العمل، وهذه نخدموا في بلاد مش بلادنا في امكانيات مش الامكانيات اللي عندنا. انتم شفتوا العيادات تو اللي عديناهم تو في الواحد، طبعا العيادات حتى فيهم شويه بريكولاج حتى معنيش. هل صار انه فوزافي غاتي ان باسيون معناها حاج معناها انكم ما تليتوش به ولا لا؟ معناها ربما انتظر بزيد اكثر من ربما مده الانتظار كانت اطول شويه، ولكن الحجاج الكل جاء وتم تسجيلهم ولا ثم شكون يتغشى علينا؟ علاش فما علاش فما التشنج علاش فما خاطر اللي يحب اللي يدخل تتلهى به الحب يدخل من الاول هو تلابيه ورينا حق بليك شفنا بالفي تي ار ثم معناتها قاعه الانتظار كيفاش معبيه ساعات تعبى اكثر من الكيكه حتى ما نلقاش كاس يشغلوا فيه من العباد والطبيب لازم ياخذ وقته باش يشوف المريض. واضح. نمر الى اللي ماهوش برشا ربما يمكن الحلقه اللي ما فيهاش برشا مشاكل والناس ما حكيتش عليها برشا وتحدثت عليها لكن مش بحده كيما التنقل وكيما لكن كله مربوط ببعضه. تحدثت على الطاقم الطايره الاجنبي. هل كان في ما فيهاش فما اشكال معناها اللغه بالنسبه للحجاج وتعرف اللي عمرهم متقدم فما يحكيش بالفرنسية وما يحكيش بالانجليزيه؟ فكرنا فيه مشكل من الاول من اول رحله من قبل يعني من قبل انطلاق اول رحله برمجنا انه باش يكون على متن الطائرات هذيا
مضيفين ومضيفات تابعين الخطوط التونسية. يعني الرحلات الكل كانت مدعومة بأقل شيء، وفي حالات معناها نادرة جدا، يعني يمكن ثلاثة ولا أربعة رحلات ما مشوش فيه ثلاثة مضيفين ولا مضيفات، يعني هذوما الحالات النادرة مشاو زوز مضيفين. وبقية الرحلات الكل ثلاثة مضيفين بصفة مستمرة حاضرين باش يأطروا باش يتواصلوا مع الحجيج ويسمعوهم وطلباتهم ويوصلوا المطالب نتاعهم لبقية طاقم الطائرة باش يخدمهم ويقدم لهم الطلبات نتاعهم. واضح. مشاو مسؤولين منكم إلى البقاع المقدسة يعني سيادتك مشيت، هل كان فما عمل غاديك ولا لا وقفت خدمتكم وقت اللي وصلتوا للمطار؟ لا بالعكس، احنا معناها الفريق الدعم اللي مشى باش يأمن معناها عودة الحجيج الميامين مشينا تقريبا مشينا 36 شخص، وكان العمل معناها عمل مو سهل لأنه كنا نخدم بمعدل ثلاثة رحلات في اليوم، يعني قسمنا المجموعات على قسمنا معناها جميع الأوائر على ثلاثة مجموعات وكانوا يخدموا بالتناوب. كان الحضور في المطار يعني من قبل ستة ساعات من موعد الرحيل وما يغادر حتى حد المطار إلا ما تنطلق الطائرة. الخدمة كانت ماشي سهلة، إحاطة بال صار فيها تقييم ولا أونكور؟ التقييم التقييم يعني عملنا تقييم، احنا التقييم تم معناها مباشرة بعد العودة من البقاع المقدسة، وعندنا المصالح نتاعنا من تونس هنا عملت التقييم نتاعها على كل هيكل على المستوى. ما فماش إخلالات أموركم واضحة كما اللي قررتوه لقيتوه، معناها ما فماش بعض الإشكالات أو لا الإشكالات؟ احنا بالعكس معناها احنا اللي متأكدين منه أنه موسم سناخر من موسم عمناو. واضح. والمعيار سمحني معيار اللي باش نقيسوا به النجاح ولا الفشل، عندنا احنا هياكل بالخطوط التونسيه تتلقى الشكاوى نتاع المسافرين، والحمد لله تو معناها الوقت هذا ما سجلناش معناها شكاوى ولا تذمرات ولا باهي. عندي شكوى صغيرون انا صغيرون ما نعرفش صغيرون بالنسبه للمكفولين اللي جماعه الدوفيز بين ظفرين يقولوا يقول لك نطلعوا في طياره ناكلوا كيف الناس الكل دافعين اكثر منهم فلوس نفس الوجبه بالنسبه للناس الكل حاجي الكل سواسيه في الطائره نتاع تونس. هو الحاج يعني كلاس ولا الفيرست كلاس هو اللي فركس عليه الحاج فركس عليه اللي يبقى في باله الفيرست كلاس مخلص 22 و23 الف دينار يوصل حتى ل 25 الف دينار كان من واجب معناتها باش تكون عنده معناتها الفيرست كلاس كي يطلع في الطياره كي نخلصوا برشا فلوس اليوم معروفه تذكره معناتها كي باش ناخذوها تخلصوا اغلى باش ناخذ فلوس كلاس ما لقاهاش الحاج هذه فما نقطه ما نكذبش عليك فما حاجه نقطه اخرى اللي لاحظتها داير حتى وقت مروحين فما نقطه ايجابيه للتونسير بالكراء نتاع الطائرات هذوما الزوز كان فيهم خدمه اللي ريتها خير شويه من الطائرات نتاعنا وهذا حقا للحق الاماكن الكراسي اكبر شويه والطياره اللي بلوس باسيونس وكانت الخدمه ارقى شويه لكن في المرواح دبوزه ماء يدور بها المضيف العباد عطاشة معدين خمسه سته سوايع ناقصين ماء كي جاوا من تونس وراجع الطياره بالحجاج واللي يطلب كاس ماء درجين ربع ساعه باش يجي ويقرب الدبوزه كل واحد يقول له نشرب يمد له هكا كيفاش ما فماش ماء قالوا جينا ناقصين ما في الطائره هذايا اللي وصلوه لي الحجاج وكنت معاهم انا فهمت ريت معناتها حاجه عينتها مش قالوا لي عليها كاو وكنت انا بيدي في الطائره وكان فما نقص هذوما النقاط اللي بالنسبه للتونسير وبخلاف عندك الباجاج نتاعنا اللي استنيناه اكثر في تونس ك اللي في الـ في الـ في الـ في البقاع المقدسه في السعوديه وكان روتار كبير ثلاثه سوايع ونص باش خرجنا في الجنه يقولوا فما صار خلط ايضا خلط في الحقائب الحجاج تاعبين بعد اكل فواياج هذاك الكل واستنينا في مطار تونس هنا وقت كبير باش خرجنا الباجاج نتاعنا هذوما النقاط اللي حبيت نوضحهم بالنسبه للتونسي نجم نجاوبك بالحاجه بالحاجه لانه المقارنه نتاع الطائرات اللي تم كراءها وطائرات الخطوط التونسيه لو كان تاخذ الايرباص 330 ما تحسش بالفرق يعني الطائرات لانه من نفس الطراز طائرات كبيره تتسع لعدد نتاع اكثر من 260 راكب دونك حتى الكونفيغوراسيون نتاع الطياره والبلون كابين يقربوا لبعضهم اما اذا كان تاخذ طياره 320 ولا بوينغ 737 بطبيعه الحال باش تلقى الاماكن اضيق شويه من الاخرين
اما عندنا معناها الطائرات اللي من نفس الطراز معناها من نفس الستاندين ونفس المستوى نتاع الطائرات المكريه. بالنسبه للحجيج المكفولين سمعنا اللي الحجيج المكفولين ما لقاوش الوجبات خاصه به. هو الفارق في السعر اللي تم دفعه من طرف الحاج المكفول بالمقارنه مع حاج الفرز، الفارق هذاك راه ما يغطيش الفارق بين الدرجه الاقتصاديه ودرجه الاعمال. هل هذا يعرفوه الحجاج؟ يعرفوه بمجرد انه ياخذ تذكره في درجه عاديه، الناس الكل عندها نفس الخدمات نفس الوجبه نفس لانه كي نتحدثوا على درجه الاعمال هي راهي باقه من الخدمات فيها التسجيل نتاع المسافر في شباك خاص يعني يتسجل على حيده، عنده ممر خاص معناها باش يتعدى الاجراءات نتاع الشرطه شرطه الحدود، عنده الامتياز نتاع قاعه درجات الاعمال، عنده الحافله الخاصه اللي تستقبله من قاعه الرحيل حتى للطائره وكذلك في الوصول، يعني هي باقه كامله. اذا كان باش نتحدثوا على الوجبه الخاصه، الوجبه الخاصه اذا كان عندك 250 مسافر راكبين في طياره واحده بالمنطق، ما تنجمش تعطي المسافر اللي قاعد من قدام وجبه خاصه والمسافر الاخر ما تعطيهش. اذا كان هما كلهم مكفولين يلزمك تعطيهم نفس الخدمات، واذا كان باش تعطيهم نفس الوجبه اللي هي وجبه اميليوري وجبه خاصه، هل يعقل ان واحد يقعد في الدرجه الاقتصاديه والاخر يقعد في البيزنس كلاس ولا في درجه الاعمال؟ باش نوليو نخلقوا بلبله اخرى في وسط الحجيج نفسه. الحل هما رانا نتحدثوا على 1150 مسافر، 1150 مسافر، حتى لو كان باش نخمموا في حل انه نعطيهم درجة الأعمال والفرست كلاس، ما نجمش نستجيب للطلبات لأنه العدد أكبر من الطاقة نتاع الطائرات. هاو في باله، تفاية هاو في باله باش يعرف علاش قد سامحني بربي قوس صغير، كي تقول لي أنت طيارة كي نطلعوا في الطيارة نلقاو كلاس ايكونوميك وفرست كلاس، يعطيه وجبة للفرست كلاس والكلاس ايكونوميك وجبه اخرى، هذا معروف معناتها في الطيارات في الحجز لكن نتحدث على 1150 لكن لهنا انت تعرف انت حطيت تقسمهم بين البزنس وبين الايكونوميك. لا انت كانك لهنا اشرت كانه السيد اللي مشى في الحج الامتياز خلص كيما الحج العادي، كي قبلت انت الحاجه هذاك معناتها على خاطر سيت ان باكيتش، هو خذيته الشركه باش السيد هذا باش يمشي في الامتياز، لقى روحه ماهوش في الامتياز في الطائره، تلقى روحه مع الايكونومي معناتها في العادي. لهنا الاشكال يقول لك انا قلت من الاول اللي الناس كل كيف كيف قلت من الاول اللي الفارق في الباكيدج هذايا في الفورفي اللي يدفعه هو ما يغطيش خدمه اضافيه من طرف الخطوط التونسيه. لازم يزيد اذا كان باش ليه، لان نتكلموا بصفه تطبيقيه ما نجموش نستوعبوا 1150 باش نخصصوا لهم درجه الاعمال ولا درجه الاقتصاديه. معناها نجموا يكونوا موجودين مش في البزنس، معناها مش راكبين في وكيف باش تحطهم الكل في نفس الطائره باش تخلق مشاكل مع الناس باش يقعدوا في الكراسي في المقاعد نفس الوجبه. اذا ناخذ مكالمه هاتفيه لان على المباشر، وايضا كان امكن سيد المخرج يورينا رقم الهاتف 71 800 814. اذا سيد عماد زويري من وين تليفون؟ مش قلت لي فما تليفون من قليبيا. مرحبا بك سي عماد. مرحبا يا عايش، تفضل. مرحبا بك. والله حبيت نعطي تيمونياج انا في السنة دونك حجيت، وكان حتى السيد الوزير معناتها روحنا بعضنا في الطائره معناتها على الريمارك نتاعنا على الحج، حابين نعطي تيمونياج يعني نسيت الحقيقه يعني تقييمنا للحج فما اول شيء سياسه خاطئه للدوله، لانه اغلب الحجاج حتى حاج حطوا في اقرب اوتيل، يعني احنا سكننا في اوتيل قريب 500 متر عن الحرم، لكن شفنا الحجاج الكبار ما نجموش يمشيوا في 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 حراره معناتها فوق ال 40، ما نجموش يمشيوا للحرم حتى ولو انه يكون الوتيل قريب. يعني سياسه الدوله من حيث كون الحجاج كبار، من حيث كون يمشيوا مرضى فيلزم الديستونس. احنا شفنا ناس فما حاج معناتها عنده الزهايمر يلزموا اسيستونس 24 سي 24 ما ينجمش يمشي وحده، فهذا هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه وهذا شيء معناتها ما يلزمنا نقولوه،
الحقيقه احنا التوانسه رانا سبيسيال شويه، معناتها شفنا الحجاج التوانسه فوضى عارمه، يعني يتعاركوا في كل شيء، في الصف، في اخذان البيوت، اسمها جايه مقدره مشاعر الحج، يعني يتعاركوا على الماكله، ما ينظفوش اماكنهم في معناتها في 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 معناتها في 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 عرفات او في ميناء. فهذا مشكل كبير. من ناحيه اخرى ثم مساله مش جبتوهاش انتوما، اللي هي التنسيق ما بين خدمات جمرك ما بين وزاره الشؤون الدينيه. وهذا كلام قلته السيد الوزير مباشره في الطائره، اني قلت له راهو ثم اون ريفاليتي نيجاتيف صارت ما بين الناس اللي جايين معناتها الواعظين والمرشدين الدينيين من الوزاره، وما بين الناس اللي جايين من جمرك مع اعطاء كل ذي حقه. شفنا من جماعه جمرك، شفنا لو توب مثلا ناس من جمرك، لو توب دو بروفيسيوناليزم ولو توب نتاع الخدمه، وشفنا في نفس الوقت منهم هما ناس اللي هما يعني عدم الاكتراث. في نفس الوقت شفنا من الواعظين نفس الشيء هكا وهكا، لكن التنسيق فين ما صارش التنسيق، وهذه مشكله كبيره. لانه احنا مثلا انا واللي حجوا معايا نصوم دي جون، لكن عملنا على روحنا، قرينا الخريطه وثبتنا مين نمشيو ومنين نجيو، وحتى اذا كان الكار ما عدتناش كنا نجم نتصرفوا، لكن الحجاج الكبار صار لهم مشكل. فين صار عدم التنسيق؟ وهذا هو الخطا الكبير اللي يلزم في الحج العام الجاي يلزموا يقفوا عليه، كل سواء جماعه قمرت والا وزاره الشؤون الدينيه. في النفره من عرفات صارت مشكله كبيره، لانه احنا التنسيق صار في كل شيء. من مشينا معناتها من المطارات، من الوكله، كل شيء صار في تنسيق. لكن النفره الكبيره اللي هي من عرفات سيبوا الحجاج وحدهم، ما كانش ثم في الكيران، ما كانش ثم ناس مرافقين، وكانوا الشفره تاع الكيران هما اللي يتصرفوا من زي راسهم معناتها. فهزوا الناس معناتها، هزوهم اماكن خاصه، هبطوهم في اماكن بعيده. احنا معناتها كحجاج جون عاوننا برشا ناس لقيناهم ضايعين وهزيناهم. التنسيق لهنا ما صارش، مش معناتها ما صارش، معناتها تلقى انت الكار ما فيهاش جماعه معناتها، ما فيهاش واعظ ديني وما فيهاش انسان مقمر. فهذه مشكله كبيره. مع انه نعاود نقول اللي كونه احنا حجاج تونس رانا تري سبيسيال، لازم توعيه كامله. وهذا كلام قلته للسيد الوزير، ثم شيء اخر، ما عندناش الريفيرونسيال، ما ثماش الريفيرونسيال نتاع الحج. يعني اليوم احنا نفتخروا بالمذهب المالكي في تونس، ما عندناش الريفيرونسيال يقول لك شنو هو مناسك الحج. الناس ما تعرفش مناسك الحج، لانه الحاج كبير ومريض، لكنه ماهوش في نفس الوقت زاد حتى ولو يحضر معنا في الدروس قبل الحج، لكنه ماهوش فاهم الحج. ما ثماش الريفيرونسيال يعطيه ان جيد، معناتها يعطيه بالضبط شنو هو مناسك الحج. فتكثر الفتاوى في الحج، وكل واحد يقول لك كلام والسؤالات. الو شنو كون قصيتو؟ تقنيا نقصو، اذا نجمو نرجعوا له اذا امكن ذلك. من عنده هو تقص به، تفضل سيدي. نجيب خاطر الحقيقه سي عماد يظل لي ثار برشا نقاط. انا زين نقول اللي حصلت الليله راهي هي جزء من عمليه التقييم. التقييم لا يزال متواصل. نحن انطلقنا في عمليه التقييم ونحن في موسم الحج، من مطارات ونحن منطلقين، كي وصلنا الغادي درنا على الوتله، من ميناء ومن في عرفات، كي روحنا من ميناء وعرفات على مستوى النزول نتاعنا عملنا التقييم. والتقييم كما قال بكري سينوفل، احنا عملنا جلسات مع شركة الخدمات، عملنا جلسات مع الصحة، مع تونس الجوية، مع منظمة الدفاع المسالك، جاوب حذايا أنا يقظ، جاوب حذايا جمعية ضيوف الرحمن. هذه باش نقولوا للناس رانا اليوم لليله مازلنا نقوموا بعمليه التقييم. واحنا كي حضرنا بالروبورتاجات عيط لكم، نعرف اللي التقييم مازال قائم بارك الله فيك. ولذا معناتها هذه نقطه لازم نسجلوها. سمعنا الحجاج نتاعنا، في جزء منهم فما برشا كلام صحيح وبرشا كلام ممكن ما يعرفوش الدخائل نتاعو والخفايا نتاعو. احنا قبل الحج عملنا جلسات عديدة الحقيقه، جلسات عديدة ونسقنا فيها، وبنسبة كبيرة نجحنا في التنسيق. صحيح ساعات الواقع اللي ترى قدامك يخلي فما باقي. نرجع للترشيد ونرجع لاختيار لا باش كلمة حق زي ما نقولوها زاد.
على مستوى المرشدين وعلى مستوى المرافقين. انا اللي لاحظت وقت اللي مشينا للبقاع الحقيقه فما تكامل بيناتهم، ما نقولوش فماش تنسيق، لا فما تكامل، ولكن يمكن نهار النفره اللي هي النفره مساله كبيره ياسر واللي يعيشها تكون نتمناو باش نوثقوها، هاي باش تتوثقها باش نشوفوها بارك الله فيك. ولذا معناتها هذه ممكن تحصل حالات نتاع عدم انسجام نتاع عدم تنسيق. اما ما نجموش نحن قبل باش نتحدث على بعد في ختام هذا اللقاء ربما وهو الوقت يداهمنا حتى نعدي زوز ريبورتاجات اللي فيهم عرفات وميناء وفيهم مزدلفه. سنتحدث على اهم النقاط اللي لازم تؤخذ بعين الاعتبار. ما تحب تضيف حاجه قبل ما نمر الى الملف؟ نرجع للملف الصحي نتاع الحجاج لانه الحاله الصحيه نتاع الحجاج بالحق علاش الطبيب يقول لك ما يمشيش وبعد يلقاه في الطياره؟ احنا حاله الالزهايمر اللي حكي عليها توا خلينا نعرفوا سيدنا معناها شخصيا وتعبنا برشا في البقاع. والله ما طلبناش، راه طلب وحده. سبحان الله، معناها السيد هذا ضاع عديد المرات، فريق البحث على التأهين، احنا تعرف قول للمرافقين ناقصين اسنان. انت تعرف المريض بالالزهايمر، مش اللي طلبنا. نعرف معناها العدد المرافقين اسنان تقريبا النص نتاع ما كان عليه في السنوات السابقه، يعني وهذا يعتبر خلل؟ يعتبر نجم نقولوا نقيصة، نحن نقول خلال الخلال كلمة كبيرة سبب إشكالات من بين الأسباب. والحق هنا نرجع لموضوع طرقه السيد الوزير أنه صار تنسيق بيننا وبين الوزارة وصار معناها تم عرض النقطة هذه في واختيارهم كيفاش يتم سي محمد؟ اختيارهم يتم عن طريق اختبار من ثم نواة صلبة اللي عندهم الخبرة، هذوك عندهم واللي مشي قبلت ماذا بيك يمشي من بعد منفذ، خاطر هذاك اللي عنده الخبره وذاك اللي يعرف. لكن فما جدد قاعدين يمشيوا، فما جدد لابد من التطعيم. لكن فما جدد مردودهم مش خايب والله، سواء بعفوا على المجدين دينين ولا وهذوك العام اللي بعضوها على اثر التقييم تاع كل سنه، خاطر لابد من التطعيم القديم، خاطر فما سن معين يخرج منه الواحد. حبيت نقول لك انه المرافقين هم اللي قاسيوا الحالات هذه، هما اللي يتعبوا برشا في كنت تحكي لك فريق البحث على التاهيل كنا 13 15 مرافق سنة 7 8 شويه بكل تعبوا ياسر سنة تعبوا ياسر كيف حتى في التسكين. يعني هذا يلزم نقاط تفاديه. الحاجه اللي طرحته قالت معناها مرضى نعمل غرف خاصه او غرف ثنائيه مش ممكن سي ياسر لانه عنده تاثير. سامحني بربي سي نكمل لك، خاطر عنده تاثير على الكل. فين كان كل حاله مريضه مش نعمل غرفه خاصه، احنا الغرف الخماسيه جبدناها قبل راهي تستجيب للنظم السعوديه اللي ارعبت مربع هذاك. علاش انا قلت لك ثم برشا اسئله ما جاوبتش عليها، راهي تستجيب للنظم السعوديه اللي كل حاجه عنده مينيموم دو 4 متر كاري في الغرفه نتاعو. واللي كيما قلت لك اللجنه علاش ما تقوليش من الاول تقول لي راك في غرفه فيها اربعه، علاش نلقى روحي في خمسه بعد؟ لا هذاك كيما قلت لك قله التنسيق نجموا نعلموا الحاج راهو ماشي الغرفه الخماسيه وقل ينسق في الرحله في المطار بينه وبين الوحده وما ان شاء الله تو نجيو. علاش نرجع للكلمه الاولانيه اللي قلت لك وين العقد اللي يربط بين الحاج وبين الشركه باش لهنا يطالب بيك يقول له 4 متر لازم يحسب يلقى 4 متر، هما 4 في البيت مثلا لازمها 16 متر. انا نسالك سؤال سي سليم، اي واحد كانت اصفر اليوم مش تهز مسافر لامريكا ولا لفرنسا ولا اي بلاد كان يعمل عقد؟ يعمل عقد؟ عقد شنو؟ يعمل عقد؟ لا اليوم فما خدمه هذه باش تقدمها اليوم عقد مراد عقد شنو بين الكومبانيا هذه؟ اليوم سي سليم احنا عندنا خمسه مدخلين، العقد مع شكون باش يعملوا؟ العقد مع الحاج. اي احنا عندنا خمسه مدخلين لهنا نعطي جانب يصح فيه ممثل الصحه، جانب يصح فيه فما نقطه اخرى بربي نقطه اخرى اللي هي نتاع الصحه. اليوم فما معاقين اللي مشاو ما يقرب يقول لي 50 ولا 60 معاق اللي ريتهم بالكراس نتاعهم غادي في الحج لهنا جاوبوا. اذا نحن عندنا 175 مرافق اللي مشيت اليوم ب 10374 حاج، وعندك 50 و 60 في سامحني ذو حاله خاصه ذو حاله خاصه اللي هما سمحت لهم الساعه لهنا باش يمشيوا للحج، اذا سمحت لهم لهنا تتحمل مسؤوليتهم. سامحني لهنا ماكش باش تخليهم على الحجاج اللي في البيت معاهم باش تقول له تتلابي، معناتها كل واحد هذا ما يصير عاده هي اللي ترافق المطلب الاساسي المرافقين المبلوغ على طول. سامحني لهنا المطلب الاساسي نتاعنا اذا نحن نعطيو تراخيص ونعطيو تراخيص، انا مانيش باش نجي نقف قدامه اوبستاكل باش نقول ما يمشيوش هذوما للحج. وافقت عليهم يظهر لي السيد الوزير يكون لهنا معاهم واحد مرافق من العائله نتاعهم، اذا قبلنا 50 معاق يظهر لي نقبل 50 معاه من عائلته ولده ولا بنته باش يمشي معاه باش تقوم فيه. سي سليم سنوصل سامحني مداخله صغيره خاطر السيد سيزويري اللي تتكلم جبد نقطه هامه برشا، موضوع السلوك الحاج وموضوع النظافه وموضوع احنا في مخيم ميناء علاش الصور اللي تداولت عبر التواصل الاجتماعي انه ثم اوساخ وثم واحد المخيم بالرغم الضيق نتاعو نوزع يوميا 22 ألف وجبه يوميا في ظرف معناها وجيز
الانسان معناها في 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 في, في, في مساحه ضيقه مع توزيع هذا اذا كان الحاج اعطيناه مساحه بلاستيك مش نحط فيه الاوساخ فما علاش فما علاش ميناء تونعطيو علاش ان شاء الله عندنا الوقت باش نعطيو ميناء شنو اللي يصير فيه هذا هو ما عادش عندنا وقت جوستومون عندنا روبورتاج باش نعطينا الوقت على خاطر المشكل الكبير هو في ميناء باش نشوفوا روبورتاج اذا باش نستغنى سي نوفل ونوعد كانوا باش يتعدى في البرنامج نتاعنا جزء ثاني من العمل اللي يقوم به الفريق الطبي لكن هو ايضا تحضير للذهاب الى ميناء ما نجموش نعديو باش نعديو عرفه مزدلفه وميناء في كل مظاهرها نشوفوا ثم نعود في يوم الحج في يوم عرفه الذي ليس كمثله يوم وهو يوم يفضل فيه الدعاء لفضله العظيم ليس فقط لمن من الله عليه بالوصول إلى مشعر عرفات الطاهر الحمد لله نحن كي نلقوا معنا الطب نتاعنا كي يساعدونا في مكايا نحن فرحانين ومتهنين حتى الانسان قاعد يحس روحه لاقي راحه راقي شكون يساعد فيه واش تحس في روحك بعد ما خديت الدواء؟ الحمد لله عملوا معايا الواجب اللي لازم يساعدوني الناس الكل يساعدوا فيا الله يسترهم ويسر ذريتهم الحاج احمد عنده بروبليم ريسبيراتوار يوميا يجينا العياده نعملوا سيونس دي روسول باش يفرهدوا في روتين نعم وهو بطبيعة تحت المراقبة والعلاج فهمت وقاعد يتحسن شوي شوي فهمت وإن شاء الله يكمل الحج نتاع نعم وتو احنا في عرفات جانا نعم جانا المخيم باش نعملوا له الحصة نتاعه خاطر احنا منبهين عليه باش يكمل الحصص نتاعه في ميناء في عرفات وفي ميناء من تم تفويج الحجاج الى عرفه البعثه الصحيه بعثت اول فريق نتاعها تم تركيزه هنا في عرفه وفتح العياده والى حد اليوم 10 الصباح شفنا اكثر من 400 من عياده اغلبيه العيادات هذه هي اما ارهاق ولا بروده ولا ثم بعض الحجاج اللي صارت لهم في سقاهم ضربوا ولا حاجه قاعدين يقومون بالعلاجات نتاعهم الضروريه وثم شكون اللي عنده دم ولا سكر يحس روحه متقلق يجي للعياده. السنه اللي فاتت تم تكييف المخيمات ربما هذا كان نشوفوه نقارنوه ب 2015 نشوفوا الاعداد ربما في 2016 والسنه كان انقص ياسر من 2015. هو ان شاء الله من المغرب كل شيء يتعدى على ما يرام ومن بعد يتم تفويج الحجاج الى ميناء اللي هي مرحله بالنسبه لنا كفريق صحي نعتبروها مرحلة صعبة شوية على خاطر ينجم يكون ثم بعض التعطيل نظرا للازدحام في السيركيلاسيون في الثنية وإن شاء الله نوصلوا الميناء وإن شاء الله نوصلوا حجاجة بكل لباس الميناء. بلغ عدد العيادات 17,044 عيادة توزعت على 18 نوعا من الأمراض منها الصدرية والجهاز التنفسي والقلب والشرايين والسكري والنفسية العصبية وضربة الشمس والإرهاق علما بأنه تم تركيز وحدة للإنعاش بالعيادات المركزية بمكة وبعرفة وميناء. الحمد لله الوحدة الصحية في يوني تبعتنا هكا بعد شنو هكا هكا مرتين ثقوا بيا وحدها مرشاتين متاع بالحزون للتحديد للتصويرة وطلعت لبيت على توليد ويتها المرة هذه الحمد لله هذيك الحمد لله نعمل السلفية نشوف الوقت أنا لبس علينا راهم عندي كلمة
متبقى الفرميات المزورية ما عندي فيها وانا بنت امرأة ونعرف اشخنا اشخنا بميش والاكتزاز اللي عندهم كذب العين ومرات هكا 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 الحمد لله تونس الخير. عدم وجود زوجتي من منا القادمة من هنا إلى من مزدلفة إلى ميناء. بقيت الليل طوال الليل وأتت على الساعة 8 صباحا. وأنا أشكر بكل صدق ليس مجاملة البعثة الطبية قاعدة تقوم بمستوى طيب بإنقاذ المرضى وسلامة المرضى وأنا لم أبقى ولو دقيقة واحدة أترقب. كيفاش حس في روحك بعد الإنعاش؟ نحالك شيح في الماء من فمك واللهجة نقصت شي فهمتك بيخوذ دواك تو انا باش نزرقولك وفي الليل يجي نزرقولك كيف كيف. نعم لا تقعد تزرق معانا مدامك هو ترز هذا ما تنحيهمش يا حاج يذوبوا وحدهم يطيحوا وحدهم عندكم الأمبوي بتاعكم عندنا بس عطينا
اليوم بعد ما كملوا الحجاج حجهم في عرفات وإقامتهم بميناء نتفقدوا ديما الحجاج بتاعنا فيهم شي واحد ضاع ولا حاجة، والحجاج اللي تم إرسالهم في ميناء ولا في عرفات إلى مستشفيات نتبعوهم ونتبعوا حالة تحت صحية. هذا مستشفى كبير تم إرسال لي الأغلبية نتاع الحجاج التونسيين، فيه أربع حالات إلى حد الآن، ثلاثة حالات حالتهم متحسنة وفيهم بعض حالات خروج، لكن فيهم حالة من أصلها متعقدة هكا شوية، هو كان عنده جلطة دماغية عميقة حطت له الله غالب، هنا تم إنعاشه بصفة كبيرة، الله غالب وفاة جل اليوم، وإحنا عينا على عين المكان حالة الوفاة بتاعه، الله يرحمه إن شاء الله يا رب يتقبلوا عنده بالغفران. ونواصل نحن دورتنا في مستشفيات أخرى للتثبت بنفس الطريقة. أما عدد الوفيات لهذا الموسم فقد وصل إلى 11 حالة وفاة طبيعية ضمن الحجيج التونسيين المرسمين بالقوائم الرسمية، وحالة واحدة تمثلت في حادث مرور. إذن الله يرحمهم اللي توفيت، أكرمهم ربي ويصبر أهلهم وذويهم على فراقهم. إذن تقريبا سنختم وروبورتاج فيه أربع دقائق أو أربع دقائق خمسة دقائق في سيد الوزير، إعادة النظر في منظومة الحج، سيادتك كنت صرحت بها في تصريح إعلامي، ما المقصود أول ما دخلت لتونس يوم 6 سبتمبر هو اختيار المرشدين؟ كانوا التصريح انفعالي الأول، وأنا قلتها من قبل ما نمشي، وقلتها من 6 شهور التالي كي جيت أنا كرجل قانون للغالب، لقيت الوزارة تقر إلى آليات قانونية الحقيقة، والحج إذا ما تنظمش بآلية قانونية ما عملناش أي وقت. هنا لأطراف المتداخلة برشا، تنظمها اللجنة الوطنية للحج والعمر فما أمر 2013، مع العلم أنا سيادتك رئيس اللجنة الوطنية، وزير الشؤون الدينية هو رئيس اللجنة اليوم لأطراف المتداخلة، ولكن في تقديري على مستوى التنسيقي موجود التنسيق، وفي جزء كبير منه نتقدموا فيه قاعدين، لكن اللجنة هذه رأيها استشاري اللي هو الحقيقة يقع يجب إعادة النظر فيها. كي نحكي على إعادة النظر في منظومة الحج ما نجمش نحكي على الاطراف المتداخله كل اليوم، المنظومه راهي ماشي سهله باش نعاودوها اليوم بالاطراف المتداخله هذه، خلي في الشيء اللي يهم الوزاره. انا ديما نقصد بشيء ذا وهو ما يهم وزاره الشؤون الدينيه، مثلا اليوم اختيار المرشدين المرشدين الدينيين اختيارهم يجب ان يخضع، نحن نعمل وثيقه توجيهيه في اول موسم الحج يعمل وزير الشؤون الدينيه، الحقيقه المساله هذه يجب ان ولا عاد حتى عملية التوزيع نتاعهم، حتى عملية التوزيع نتاعهم اختيار الحجاج، بكل نحكيه على تقدم في السن الحاج، رغم ان السنة بطنا 61 سنة معدل، نحكي معدل 61 سنة، قبل كانت ثمن القرعة 2006 تحولت المسألة ولات المعيار نتاع السن ونتاع وحسب المعتمديات السن وحسب المعتمديات، لكن اش افرزت هذه الطريقة؟ افرزت اللي فما بعض المعتمديات الكثيفة العدد السكاني يحج بعد 11 سنة و 12 سنة، هذا كما قلنا في معتمدية يكون واحد يقيد يمشي لأول مرة، وفي بعض المعتمديات الأخرى اللي هي أقل كثافة وطلب على الحج زي بالطبع ينجم يمشي يعملوا له عام ثاني، يقع مراجعة ذلك. أنا في تقديري قاعدين نسمعوا في المختلف أطراف، هل أيضا في النهار جاوب حدايا باش نكون أمين وما حتى اللي نقدونا ما يقلقناش، جمعية رعاية ضيوف الرحمن مثلا أعطاني تصور في إعادة التفكير باش نجموا نقصوا من الحده دي، حاطينها على الطاوله تو، واكيد باش ندرسوا، واكيد اللجنه الوطنيه للحج والعمره مستقبلا باش تخرج ببعض التوصيات واللي باش نرجعوا فيها الاطراف المتداخله الكل بما فيها المجتمع المدني، سيستم شد بحذايا وحكينا مليح تقريبا ساعتين ونص قعدت مع بعضنا وقيمنا في بجزء ما، وعطيتي مقترحات وعطيتي مقترحات ان شاء الله عندنا الوقت باش مثلا البعثه الاداريه، هل ايضا باش البعثه الاداريه بتبعثها الى يعني اليوم نحكي على مساله قانونيه اللي هي يقع بمقتضاها النظر في منظومه الحج بطبيعه الحال في كيفيه اختيار المرشدين، في تقييمهم، في كيفيه اختيار توزيعهم. والحقيقه لازمني نقول كلمه حق زاد اليوم مش خاطر وزير الشؤون الدينيه، المرشدين قاموا بعمل لا هو اكيد انه الناس كل مشكوره على المجهود اللي قدمه، تفاوت المجهودات كما قلت، ولكن بالرغم من ذلك نتحمل ممكن مسؤوليه الاخر، ولكن بالاخر كي ننقدوا بعضنا وكي نقولوا راهو ناقصين باش نتفاداو السنه المقبله، وايضا هذا الكل اللي راح النقص موجود في المرافقين. ربي خلينا نجمش نكمل نبعث روبوتاج الاخراني. تفضل اعطيه مساحه صغيره. خذيتها لي سي معزه، ما تفضل ما فما حتى مشكل.
نحن نرجع موضوع ميناء. ميناء راهي هي النقطة الأساسية في الحج. كان لاحظتوا اتسكن في مكة والمدينة، عرفات تم على أحسن ورامة، مخيمات مخيمات مكيفات ما تخدمش. نجم نقول لك اللي راهو احنا عملنا قسم اجتماع سيد وزير، كل شيء 10 ولا 12 اجتماع على كامل السنه، في كل اجتماع نقولوا راهو ميناء هي النقطه الصعيبه، هي النقطه الاساسيه. سمعني في قص عليك، نحن كنا قصرنا في توعيه الحاج هذه نقطه، هامه واكيد وخلينا نصور الماء قص النظافه ما كانتش على احسن ما يرام. العام القادم اختي عواطف سيد معز، المكيفات قلتوا تخدموا لقاوها الحجاج ما تخدمش، والدنيا سخانه وصلت 52. احنا المخيم استلموه ايام قبل، يعني انا شوف ليه كيفاش نضيف محليه من بعد تصور تعرفهم زيد. وشوف العام الجاي مش تكون نفس الظروف، وراهو العام اللي بعده مش تكون نفس الظروف، وان شاء الله نحصل نفس الظروف. نحسنوا ميناء التوسيع، نحكي على الرقعه الترابيه لميناء ان شاء الله. ان شاء الله نخطو معنا بمساعي مع السلطه السعوديه ان نوسعوا في مخيم ميناء، لكن لابد من التوعيه على مستوى سلوك الحاج. الحاج يجيب معها ديفاليز حقائب اللي تاخذ مكان، فما شكون ياخذ زوج جري وثلاثه جري. هذاك علاش خليت الناس ترقد لبرا تقول مش لازم. احنا جبنا جري من عرفات سميناها نفره الجراري، باش معناها اللي ياخذ زوج جري ما نحيولوش من تحت، بالعكس نقولوا هاجري اخرى خذها. ترجع لك حتى تقول لي شنو يلزمنا نعمل لك. قبل ذلك نشوفوا الروبورتاج، هذا هو الاخير كي مش تعدى قبل الروبورتاج الاخراني نتاع عرفات ومزدلفه وميناء، ايضا تحذير الحجاج وشوفوا شنو التعب اللي يعيشوه وتحذيرهم، يعني وكيفاش السلوك نتاعو الحاج، خاطر الحاج ايضا حلقه من حلقات هذا الموسم والمواسم الاخرى مواسم الحاج، في انه يكون واعي ويكون متهيئ لهذه الظروف، ويكون ايضا ياخذ بعين الاعتبار كل النصائح اللي تعطى له خاصه من الناحيه الصحيه. نشوفوا تمنعوا لقد تم تركيز عيادات مركزيه على مدار ال 24 ساعه، واخرى ثانويه تعمل بنظام الحصتين في اليوم، وذلك حسب الكثافه السكانيه للعمارات والمسافه الفاصله بين العيادات المركزية وإقامة بقية الحجيج. وبالرغم من حرص شركة الخدمات على تجسيم ذلك بصفتها المسؤولة على التنظيم الإداري للحج، فإن صعوبة التواصل بين القطبين المركزيين المسفلة وأجياد بمكة المكرمة أثر سلبا على جودة الخدمات المزدات. احنا كنا في المدينة وجينا عنا نهارين، الفندق هذا فيه تقريبا 3000 حاج. العيادات اللي عندنا هي العدد بتاعها ما شاء الله كبير برشا، على سبيل المثال شوفوا، وانه من البارح 6 نتاع الصباح حتى اليوم 6 نتاع الصباح، معناها في مده 24 ساعه عملنا بالضبط 445 عياده. معناها 445 عياده، وفي كل عياده ثم وصفه طبيه وثم دواء اللي تعطاه، والمعدل بتاع الدواء اللي تعطاه هو بين 35 و45 دينار لكل واحد. التونسي ربما يستغل الفرص بتاع الحج هذايا، يقول لك انا باش نطلع للعرفه ونخاف لا في عرفه انا نمرض، ولهذا خليني نمشي نعدي وخليني ناخذ دواء وخليني ناخذ الريزيرف نتاعي. وهذا زاد غلط، لان احنا موجودين هنا كما احنا باش نكونوا موجودين في عرفه ان شاء الله، كما احنا باش نكونوا موجودين في ميناء، ونقول لك اللي احنا نسبقوهم قبل ما يخلطوهم، نكونوا احنا موجودين باش في صوره ما اذا صارت حاجه نكونوا حاضرين. مع هذايا اليوم قمنا بزياره للبيوت نتاعهم بالاشتراك مع لسنان، لان بعد نهارين ان شاء الله باش نطلعوا العرفه، وكي باش نطلعوا العرفه ما تعرف الحجاج تو يكونوا تعبين بالسخان اللي عندهم بالتعب اللي عندهم، ماذا بينا ان نوصلوهم في احسن الحالات للعرفه باش يكونوا على احسن الحال باش يقوموا بالواجبات نتاعهم. يعرفوا الناس الكل انه العلاج نتاعنا هو علاج في حاله استثنائيه، واللي هو بعيد ياسر على العلاج اللي نعطيوه في المستشفيات نتاعنا في تونس في راحة من عقلنا، لأنه المريض الحقيقي المريض التعب المريض الصحيح اللي نقولوا احنا هو مش المريض اللي جينا للعيادة، هو المريض ساعات يبدأ في بيته وما يخرجش. المريض فما حجاج اللي يقعد نهار والنهارين وربما ثلاثة أيام ما يصليش لأنه تعب ما ينجمش يهبط، ولهذا احنا نمشيو له نوصلوا له غاديك باش هذاك هو اللي حاشدها به، هذاك هو اللي باش نهزوه، هذاك هو اللي باش نعطيو اللازم باش نوصلوا العرفه ان شاء الله.
كما تم تحويل 89 حالة لإجراء كشوفات، وتم إيواء 44 حالة بين حاج وحاجة بالمستشفيات السعودية، خاصة في أقسام العناية المركز العامة والقلبية وأقسام الطب الباطني. وتم إجراء 8 عمليات جراحية نتيجة كسور على مستوى الأطراف وأمراض حادة في الجهاز الهضمي. حاج مختار، الحمد لله عليك في بيتك. ربي يبارك فيك. الحمد لله، البارح خليتك في المستشفى واليوم في البيت ان شاء الله لاباس بحول الله. انا في صحه جيده. نجم خرجوك؟ قالوا لك نجم تخرج. نجم قالوا لي نجم تخرج. فقلت ولا بعد كل صدق بعد عنايه فائقه من جميع الاطراف. جاوك الطب شافوك؟ جاوني التوانسه والاخوان السعوديين، انا العاملين في المستشفى السعودي. وهنا وصلت لاباس؟ وصلت لباس. جابوني الإخوان السعوديين، سلموني القسم، مناش قسم 102 ولا حاجة كما هكا التابع لتونس. ثم من جابتني سيارة أخرى جابوني هم للنزل. وحنا هذه شيء نحن نستناو فيه السنوات وننتظروا. أنا عندي 7 سنوات ننتظر في الشيء هذا. كان بودي باش نكمل وإن شاء الله نكمل. البارح كنت خايفة؟ كنت خايفة. نعم. اليوم لاباس؟ لا الحمد لله، حتى في صحتي ما نشعر بالتحسن كبير. توا الجرح نتاعك باش تبدل الفاسمة، الأولاد موجودين هوني، البعثة الصحية والفريق نتاع المركز الصحي. نعم. اي نعم. ضابط لهم؟ اي نعم. ديجا انا هبطت وريت لهم الورقه اللي اعطاوها لي في المستشفى، وثم الموعد ظهر لي بعد 10 ايام. بعد 10 ايام ظهر لي هذا. كما اذا كان ممكن كان نجمنا هنا جنا، ما كانش حتى في تونس. اي نعم. الحمد لله عليك. الحمد لله، والله فضل كبير من عند ربي، وانسان يحمد ربي ويشكره. اللي التعب ان شاء الله نلقوا جزاه، معنا ما نضيعوش الحج. هوني زاد ما يضيعك حد، تونس كل موجودين ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ان شاء الله. والله من خلالكم زاد تاثرت بزياره السيد الوزير، حتى زيارتكم انتم زاد كيف كيف عندها قيمه كبيره ياسر. لان تعرف الانسان ولو كما قلت لك انا في المستشفى، في المستشفى كان الإطار والعاملين كل طيبين ويعاملوا فيك معاملة طيبة، ما كي تشوف ولات في بالك زاد عندها طبيعة الحال. إذا هذه هي كانت أجواء الحج. حاولنا أن نعيشوكم هذه الأجواء بكل ظروفها، بالباهي فيها وبالخايب فيها. فما ناس كانوا راضين على هذا الموسم حجاج، وفما ناس ذمرت وتعبت وتقلقت خاصة منها صحيا. العمر عنده قيمة، والوقت الانتظار كذلك عنده قيمة، والأطراف الكل يلزمها تساعد بعضها ويلزمها تسعى للسعي لمصلحة الحاج. إذا كان ما نجمش يمشي ما يلزموش يمشي حتى لا يتعب، حتى لا تصير له مشاكل صحية وتنسي حتى في منيسكو ما ينجمش حتى يعملها. اذا بقى لنا تقريبا اقل من 8 دقائق. معك سي سليم، عندك دقيقه ونص سي سليم حتى نتحدث. ربما في هو تقييم اولي هذا، ربما حاولنا نعملوه مع بعضنا لانكم كنتوا موجودين على عين المكان وشاهدتوا كل ما صار، ربما عاينتوا، واليوم انتم قاعدين تسهروا على اختتام تقارير نتاعكم من وزاره الشؤون الدينيه لشركه شركه الخدمات المجتمع المدني، شركه الطيران، وكذلك وزاره الصحه. سي سليم شكرا. ريت انت توا الحاج كي قال لك معناتها قرب التوانسه اللي هو في الحاله اللي فيها سي امبورتون، وكيفاش حالته معناتها تحسنت تحسها ولا بزياره السيد الوزير كي زاروا معناتها كيفاش حالته؟ حس روحه معناتها انتوري وما عندوش اشكاليه. انا بربي نحب نجم ميناء هي اللي مقلقتك سليم. انا مقلقتني برشا ميناء، واللي نحب نعبر عليها، واللي عندنا مقترح وقدمته حتى السيد وزير الشؤون الدينيه، واللي اليوم ان شاء الله يكون المقترح هذا هو نقطه الحل في ميناء. اللي هو نحن نشوف مادام عادش عندنا برشا وقت، الميناء هي النقطه اللي تكلمت عليها التوانسه الكل، واللي قالوا صحيح، واللي خرجت العباد وعملت ديكلاراسيون وراو الصور اللي ريناها كلها صحيحه. نرجع الميناء، شنو هو ميناء؟ علاش عرفه مشى مريقل وفيه كل شيء؟ الناس كل تستنى الحجاج، كل كانت تستنى في الخيام كما نفس عرفه. عرفه بالضبط. نلقاو حاجه اخرى اللي هي في ميناء. شوف عرفه الحج، اش نقولوا اليوم؟ الحج وعرفه. معناتها اللي باش يخدم الحاج هو بيدو باش يعمل الحج، باش يقوم بالمناسك نتاع الحج نتاعو ويقوم بالحج، اللي هما 430 باش يخدموا ال 10374 حاج نتاعنا. باهي. اش عداو؟ 24 ساعة باش يخلطوا العرفه.
تحضير المشاعر والظروف اللي تعال يخلط العرفة يعدي 24 ساعة دوحة وهذيك الحج خرج من في النفرة من عرفة باش يوصل الميناء فما ما يقرب زاد 24 ساعة شو ولينا ولينا في 72 ساعة شنية الحالة نتاع المرافق واللي باش يخدم الحاج والحاج شنية الحالة نتاعهم كي يخلط الميناء معناها تقول انت ما سبقوش مرافق وما سبقوا شويه هبطوا كل ما بعضهم يستنى فيه في منين الناس كل دخلت مع بعض معناها الحاج ما لقاش كون يستنى فيه باش ياخذوا شويه باش يوجهوا معناها 72 ساعه ما تنجمش تلوم حتى حد الوفد الصحي الوفد المرافق التنقل زاد هام جدا الناس كل تعطلت في التنقل ما يصيرش على معناش سباس ولا تقول نحكيو على التنقل لهنا الحاله نتاع اللي باش يخدموا الحاج ظروفهم وما بيدهم ما تنجمش تطلب منهم زاد 55 سخانه شنو يلزم شنو كي خلطنا دخلنا الميناء دخلنا الميناء لهنا كما قلنا الناس كل ظروفها صعيبه وقتها فما صار تسعيد شو يلزم يلزم ما يقرب يظهر لي باش نزيدوا في العدد نتاع المرافقين ويكون 50 ما قرب ما حسب ما قربت ويلتزموا من تونس من هنا باش يطلعوا يخدموا الحاج في ميناء يطلع من مكه يمشي الميناء ويستقبل النفره وقت تصير النفره ويبداو هذوما حاضرين في ميناء ما يصيرش التجاوزات هذيك وما تصيرش الكلوسيخ هذيك وما تصيرناش التشكيات نتاع الحاج نتاعنا يلقى الحاج شكون باش يخدمه واضح والباقي نعرفك سي سليم باش تكملوا في التقرير نتاعك وتعديل سيد الوزير تفضل باش نعدي لا باش نعدي حتى وسيله عليهم اكيد باش يكون علن باش يكون ثم هما اللي نجم نصلحوا بهم معناتها الظروف نتاع الحاج نتاعنا اللي دفع 9 ملايين و510 ما ننساوش ويحب حقه معناتها باش نستغل الفرصه باش نجاوب على اشاره رخيصه بسرعه في اشاره عمليه لتسليم على الاسعار راهو اسعار رحلات الحج اسعار مدعومه كاين اسعار مدعومه مدعمه يعني اذا كان نعرفوا اللي الطائرات مكريه في فتره الذروه باسعار مرتفعه مع بالدولار ونعرفوا مشاكل نتاع الصرف سعر الصرف وفيها كل رحلة فيها انسونس فيد يعني طيارة ترجع فارغة هذيك كلها تكلفات إضافية تتحملها الشركة وتزيد معناها تبين أن العملية راهي ما فيهاش عقلية تجارية وأنها مبنية على الواجب الوطني لأكثر الأقل واضح معك يا دكتور نوفل السمراني شكرا نوافق سي سليم وحنا قدمنا هذا المقترح اللي باش يكون ثم فريق يمشي ما يحجش ويكون موجود في ميناء وضع قدمناها في التقرير لسيد وزير الشؤون الدينية حاجة ثانية نحب وانت قلتها أخت عواطف اللي ثم مسؤولية من العائلة اللي باش يبعثوا الحاج نتاعهم إلى الحج وثم ضغط ياسر يصير على الفريق الطبي اللي يقوم بالفحص قبل الحج بالرغم احنا أي حالة نشوفوها في بقاع مقدسه اللي مازمش تكون تمشي بقاع موجوده خاطر عندنا 23 موانع اللي باش يمشيو الحالات المرضيه تمنع باش يكون موجود في الحجاج اي حاله نقعد تقع عليها انوكيت وتم حاجه اخرى لازم توعيه اكثر الحجاج وهذه مسؤوليتنا احنا ولكن مسؤوليه كل الاطراف المداخله والحاج ما ينساش دواه وقت يمشي للسعوديه راهي وقت يشري دواه من غادي ينجم ما يكونش دواه كيف ما واضح شكرا لاقل من نص دقيقه في سارة ما حكيناش عن نفرة لأنه موضوع نفرة هام جدا لكن المقترح يكون المقترح يكون أنه العدد المرافقين لابد من الترفيع فيه ضاعوا ما طلعوش في كيران لابد من الترفيع فيه لأنه موضوع النفرة هي تخضع لخطة مرورية سعودية خارج عن نطاقنا هي اللي تعطل راهي هي اللي تتحكم فيها بالطيران من فوق تعرف وقتاش تحل لكن أيضا ما فماش إرشاد ما فماش منين نمشي منين أقصر بقعة بالنسبة حتى اللي يمشيوا على سطح كنا قبل نعملوا العلامات كنا نعملوا بالونة كبيرة فيها أنستان غاز كان فيها غاز يا أخي منعوا عليه الدفاع المدني أنه ما تعرف الشعار السعوديين هنا شكر خاص للسلطة السعودية انه يقول لك سلامة الحاج قبل راحته وهذه شعار عملته السلطة السعودية تنجم تقترح وبيع وجالة قبل ما نعطي كلمة التوعية على مستوى التعايش المشترك في المخيمات وخاصة المخيمين الظروف باش تتحسن سي معز ولا لا؟ نتمناو بعد توعية الحجاج كما قلت ثم عدة سلوكيات عدة معناها عوامل خاصة أخرى بالنسبة لعرفات ومزلفة وميناء النقل كما قلت لك النفرة معناها موضوعها تدخل فيه الخطه الموريه ما نجمش نحكي نجم هي اللي تعطل لكن النقل لكن لازم فما حلول بين المدن كان ممتاز لكن فما حلول تنجم تصير في حلول يقع تدرسها في عدد الموظفين نعرفوا اللي راهي دوره المياه راهي قليله جدا في مخيمنا حتى طيب زدنا المخيمات هي البنيه الاساسيه التحتيه نتاع مخيمنا ما تتحملش اكثر مما هي عليه واضح وهذاك علاش عدد كبير ياسر
ولابد من التفكير. النقد باش يتواصل على هذه الشركة وباش يتواصل أيضا على تقييم وتحسين خاصة، وماذا بينا نشوفوا الموسم نتاع 2018 يتحضر يتحضر قبل ما توفى هذه السنة. إذا السيد الوزير كلمة الختام عندك. كلمة الختام أنا مش طول عليكم برشا، أنا نقول جلسة كيف اليوم فادتني برشا، أنا نقول اليوم الحجاج فادونا برشا بتقييمهم بما قالوهن من الملاحظات اللي بحوله باش ناخذوهم بعين الاعتبار، المجتمع المدني بمختلف مكوناته وانت قاعد تسمع فيهم حتى لتو مازلت قاعد تستقبل فيهم وعدتهم باش تحكي معهم ونختمها بحاجه برك ونقول الحج لمن استطاع اليه سبيلا. واضح. شكرا جزيلا لك سيد وزير احمد عظوم على قبولك دعوه وحضورك معنا للتوضيح في هذا الملف. شكرا جزيلا لك سيد معز بوجميل، شكرا جزيلا لك سيد سليم سعد الله، شكرا جزيلا لك سي كمال عبد النور، وشكرا جزيلا لك دكتور نوف السمري. نشكر كل من سهر على هذا الملف وكل من صور في البقاع المقدسه وكل الاطباء اللي كانوا في خدمة المواطنين التونسيين وخاصة منهم الحجاج الميامين. شكر خاص أيضا لسفيرنا برياض اللي لليوم مازال يتابع في حالة مرضية، قاعد يتابع في الحالة حتى يقع ترحيله إلى تونس السيد لطفي بلقيد. وأيضا شكر جزيل لدكتور لسيد سامي السعيدي اللي هو قنصنا العام بجدة. شكر جزيل كذلك لكل الطاقم اللي كان موجود بالقنصلية العامة اللي وفرنا أيضا تنقل بالنسبه للي زومبولونس، الامبولونس نتاعنا ما كانتش باهيه بالمقارنه مع الامبولونسات الاخرين. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء.